يلا، صباح الخير يا ولاد. صباح الخير. احنا كده المفروض كده المفروض هنكمل الجزء اللي وقفنا فيه امبارح. احنا خلصنا امبارح البريكيال ارتري بالاناستموزز بتاعته اللي اراوند الالبو، مش امبارح، اول امبارح يعني. وعرفنا ان البريكيال ارتري ده كان جاي كماله الاكزيلري ارتري، مش كده؟ كان كماله الاكزيلري ارتري. والبريكيال ارتري كان ابتدى عند اللور بوردر اوف تيرس ميجر، ده كلام امبارح، وانتهى في عند النيكو فريديس، عند الليبل في الكيوبيتال فوس، عند الليبل اوف نيكو فريديس، قلنا صح، او ان انا اقول تقريبا سنتي بلو الالبو جوينت صح، او ان انا اقول جوه الكيوبيتال فوسا صح. طيب انا انتهيت ان انا بقى اسمي ريديال وارنر ارترز. قلنا البريك الارت كان ليه شويه ريليشن كده كتيره، كان من اهمهم مثلا ان هو كان ليه انتيريور ريليشن، قلنا هنوحدها ان هي كانت سكين وسوبرفيشال فاشيا وديب فاشيا، وكانت جنجل كده كان السيرفس اناتومي بتاع البريك الارتري، او مش السيرفس اناتومي، كان ابلايد للبريك الارتري ان انا بقدر استخدم له البلسيشن بتاعته وقت السفنكومانومتر، وان انا لما بقيس الضغط بتاعه. طيب كان الميديال نيرف كان الاول لاترال للبريكيال ارتري، وبعدين عمل كروسنج فروم لاترال تو ميديال. وعرفنا ان هو عمل كروسنج فروم لاترال تو ميديال ديت عند ليفل مهم جدا كان اسمه الميدل اوف ار، او بين قوسين بقول الليفل اوف انسرشن اوف كروكوبراكيالس. مجرد ما الميديال نيرف عمل كروسنج من لاترال لميديال، كل الاستراكشر اللي كانت ميديال اختفت كلها، اللي هما كانوا مين يعني؟ اللي هما كان الارنر نيرف، الميديال كوتينيوس نيرف فور ار، والبازيليك فين. الارنر نيرف قرر ان هو يرجع لورا، الميديال كوتينيوس نيرف قرر ان هو يبيرس دي فاشيا ويطلع لقدام يبقى كوتينيوس، البازيليك فين قرر هو كمان يبيرس دي فاشيا ويبقى كوتينيوس او يبقى سوبر فيشل يعني. طيب ده كان كده كان عند الليفل اوف كراكوبراكيالس. بعد شويه لما نزلنا تحت في الارض كانت الريليشن ما كانش فيها حاجه قوي، احنا كان لاترال لينا البايسبس، كان الميديال لينا بقى الميديال نيرف، وكان ورانا البراكيالس، فكانت الريليشن في اللور هاف اوف ار بلس الكيوبيت الفصة كانت تقريبا سيم يعني. احنا شطبنا عليهم الاثنين وقلنا هنختار واحده بس منهم. رجعنا بعد كده قلنا ان البرانش بتاعت البريكيال ارتري كانت برانشز مهمه. طب هو انا ليه ما اجيبش صوره مثلا واحنا بنراجع؟ عادي على فكره. كانت البرانشز البريكيال ارتري كانت برانشز مهمه. كنا قلنا ان اهم برانش منها كان اسمه بروفاند بريكيال، وحتى ساعتها اول امبارح انا قلت لك ان البروفاند بريكيال كانه هو البريكيال ارتري بس من ورا، فهو اللارجست، وهو تقريبا غير ان هو الهايست، هو تقريبا نفس السيم دايمتر بتاع البريكيال ارتري، مش بالظبط بس يمكن يكون اكبر واحد من البرانشز. فالبروفاند بريكيال ده كان جاي بالباك من البوست ميديال اسبكت من البريكيال ارتري. البروفاند بريكيال ده كان هيديني ماسكولار للاماكن دي، كان هيديني نيوترينت زي بابا، وكان هيديني برانش بيطلع اسندنج برانش، وكان بيديني تو ديسندنج. التو ديسندنج دول واحد بيجي قدام اللاترال ايبيكوندايل انتيريور ديسندنج، وواحد بيجي ورا اللاترال ايبيكوندايل اسمه بوستيريور ديسندنج. وكان الانتيريور ديسندنج كان بيانستموز مع الريديال ريكارنت، ده كان برانش من الريديال، والبوستيريور ديسندنج كان بيانستموز مع البوستيريور انتر اوسيس ريكارنت، ده كان من الالدر. وجينا بعد كده اخذنا ان احنا عندنا على الميديال سايد كان في اثنين، واحد اسمه سوبيريور الالدر كولاترال وانفيريور الالدر كولاترال. السوبيريور الالدر كولاترال كان رجع لورا ورا الميديال ايبيكوندايل، بقى يانستموز مع البوستيريور الالدر ريكارنت من الالدر. والانفيريور الالنر كولاترال كان اتقسم لحاجتين انتيريور وبوستيريور. الانتيريور كان انستموز مع الانتيريور الالنر ريكارنت، والبوستيريور انستموز مع البوستيريور الالنر ريكارنت. فبالتالي بقى انا عندي قدام الميديا ايبيكوندايل في اثنين، واحد من فوق واحد من تحت، اللي هو الانفيريور شخصيا مع الانتيريور الالنر ريكارنت. لكن ورا الميديا ايبيكوندايل كان في ثلاثه، اللي هم مين؟ السوبيريور الالنر كولاترال شخصيا، والبوستيريور برانش اوف انفيريور مع البوستيريور الالنر ريكارنت. وكنا قلنا نخلي بالك ان السيرفس اناتومي بتاع البريكر ارتري سهل جدا. ليه؟ لان السيرفس اناتومي انا البريكر ارتري بحسه، فبيكون موجود في الاجزيل اللي مكان ما حسيت الاجزيلري ارتري، وعند النقطه اللي بين التو ايبوكوندايل اللي مكان ايه؟ مكان الترمينيشن بتاعته. طيب وكنا وقفنا عند كده امبارح، قلنا الانستموزز كده قلناها بسرعه، وقلت الانستموزز دي هتثبت اكتر لما نيجي ناخد الريجر والالنر ارتري. فجينا النهارده بقى هنبتدي عند الارتريز اوف ذا فور ار، يبقى لكم اسئله كمان النهارده عن بريكيال ارتري. طيب الارتريز اوف ذا فور ار اللي هم كانوا مين؟ اللي هم كانوا مين؟ الريديال والالنر ارتري اللي هم كانوا الترمينيشن للبريكيال ارتري. بس من قبل ما نبتديهم ناخد ريفيجن كده سريع على بقيه الماسلز الموجوده هنا اللي انا متاكده ان انتوا ايه ناسينها. خلاص؟ طيب احنا كده لو انا كده واخد الفرونت فور ار، هو نفسه هنا كده برضه ده الباك سوري، انا كده لو واخد الفرونت اوف فور ار، فانا كده بص شايف ايه؟ انا كده بصه شايفه ادي البريكيالس ماسل،
واجي البايسبيتال ابيليروزس بتاعها، واجي البايسبس تندون، صح؟ البايسبس بريكيال. البريكيال هو انا قلت ايه، انا تقريبا لسه نايم والله. ادي البايسبس تندون، ادي البايسبس ماسل، واجي البايسبيتال ابيليروزس اللي جاي ميديال، واجي البايسبس تندون اهو. طيب انا لو جيت بدات الماسل اللي موجوده في الفرونت فور ارم، ادي البريكيال ارتري اهو الاول، واجي التيرمينيشن بتاعته اللي هو كان الريديال ارتري اللي جاي لاترال، واجي الالنر ارتري اللي انا شايفاه مستخبي هنا بس هيبتدي يظهر في الاخر في الالنر ارتري اهو، واجي الريديال ارتري اهو ابتدى يظهر كمان. يعني معنى كلامك ان الريديال والالنر ارتري مستخبين فوق، لكن بعد كده هيبتدي يظهروا ايه؟ هيبتدي يظهروا تحت. هنشوف الكلام ده كله دلوقتي. طيب ادي البريكيال ارتري اللي كان لاترال ليه البايسبس تندون، اللي كان ميديال ليه الميديال نيرف، واجي الالنر نيرف لو حد واخد باله ورجع لورا ورا الميديال ايبيكوندايل. طيب ادي كده البايسبس ماسل، البايسبس ماسل كان ليها التندون بتاعها، وادي البايسبس الابنيروزس اللي كان بيكيرف ايه، بيكيرف كده عند الميديال سايد فور ار. كنا بدانا الماسل اللي موجوده هنا، الماسل الموجوده هنا كانت اولنا البروناتور تيريس، وبعديها الفليكسور كارباي راديالس ماسل، الفليكسور كارباي راديالس، وبعديها البلمارس لونجس اهي، بلمارس لونجس، وبعديها الفليكسور كارباي النارس. ودول كانت سوبرفيشال جروب، برونيتور تيريس، فليكسور كارباي راديالس، بالمارس لونجس، وفليكسور كارباي النارس. كل الخمسه دول كانوا سوبرفيشال جروب. تاني هنا انا هنا كده وانا بص على الفرونت، على الفرونتال فيو، دول كده جايين الاكستنسور اللي هم جايين من 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 ورا. لا انا بتكلم عن دول. ادي البايسبس ماسل والانسرشن بتاعها بالابنيروزس، ادي البرونيتور تيريس، ادي الفليكسور كارباي راديالس، بالمارس لونجس، والفليكسور كارباي ايه؟ كارباي النارس. طيب انا ليه ما قلتش الفليكسور ديستورم سوبرفيشاليس؟ وادي الفليكسور ديستورم سوبرفيشاليس، الفليكسور ديستورم سوبرفيشاليس. فدول كده اللي هم السوبرفيشال جروب بتاعهم، البرونيتر والكارباي والبلمارس والسوبرفيشاليس والالنارس. طيب لو احنا جبنا دخلنا في الديب جروب، لا الديب جروب سهلين جدا. ايه الديب جروب؟ الديب جروب هلاقي الفليكسور ديستورم بروفاندر، عشان اشوف المنظر ده فانا لازم بكون شايله بقيه السوبرفيشال جروب. انا شايف ادي الفليكسور، الفلكسور خلي بالك احنا هنا كنا ميديال وهنا لاترال، انا الرسمه دي الوحيده اللي لخبطت الدنيا، لكن انا عارفه ان انتوا كلكم قلتوا لي احنا يا دكتور اتعودنا ان كده لاترال وكده ميديال، فانا بس الرسمه ديت اللي لخبطت فيها معلش. اجي احنا كده ميديال وكده لاترال، اجي كده الريجل ارتري ابتدى يظهر، واجي الالنر ارتري ابتدى يظهر ومع النيرف اهو، واجي الريجل ارتري اهو. طيب تسهلنا كده من فوق، اجي البريكيال ارتري، واجي الريجل ارتري بتاعه، واجي الالنر ارتري اهو، واجي الميديال نيرف، مش كده؟ الميديال نيرف. طيب ادي الريجيال ارتر اللي اتقسم اهو، البريكيال ارتر اتقسم للريجيال واتقسم للالنر. طيب واجي البايسبس اهي. طيب فين المصل بقى اللي انت شايفها الديب جروب؟ انا شايف الفليكسور ديجيتورم بروفاندس، الفليكسور ديجيتورم البروفاندس اللي تحتها يعني، وشايفه الفليكسور بورشس لونجس. لا في رسمه ثانيه كنت جايبها احلى من كده، الفليكسور بورشس لونجس. تمام. طيب انا جيت بصينا هنا كده يمكن ديت واضحه فيها اكتر. اه الفليكسور ديجيتورم بروفاندس اهي، انا هنا شايل السوبرفيشاليس اهي اللي اتقطعت، انا حط هنا الفليكسور ديستورم بروفاندس، وحط هنا الفليكسور بورشس لونجس، وما بينهم البروميتر كوربيس. خلاص يبقى احنا كده ان احنا لما اخذنا سوبرفيشال جروب كنا اخذنا الخمسه سوبرفيشال جروب، بس اخذنا بس ثلاثه ايه اندي اللي كانت البولشز والبروفاندس والبروميتر كوربيس. كل اللي انا قلته ده النهارده محتاجين، كل اللي انا قلته ده محتاجين. كمان شويه مثلا انا هاجي اقول لك ان خلي بالك ان ادي البريكيال ارتي بعد ما اتقسم، اتقسم ادي الريديال ارتري واتقسم ادي برانش دلوقتي هنعرف اسمه. البرانش دوت هاجي اقول لك خلي بالك هو ماشي ما بين الفلكسبل بولشس لونجس وما بين الفلكسبل ديستروم بروفاندس. خلي بالك البرانش دوت اول ما بيشوف البروميتور كوادريتس بيعمل بيرسنج بشكل ما وبيدخل ورا البروميتور كوادريتس. فعشان كده انا كان يهمني تبقى عارف المصل اتليست اسمائها، يعني اتليست اسمائها باماكنها. احنا مش محتاجين اوريجينال انسرشن خالص فيها دلوقتي، بس انا عايزك تبقى عارف متخيل اماكنهم فين، مين فوق مين تحت، مين يمين مين شمال. طيب ده كده احنا كنا كده في الفليكسور، في الفليكسور جروب في السوبرفيشال والديب. جينا بعد كده اتقلبنا على الديب جروب. الديب جروب كان عندنا فيه مصل كان الاول خالص كان حاجه اسمها بريكيو راديالس، بريكيو راديالس اللي كانت بتبان لنا كمان في الميد لاين بوزيشن، بريكيو راديالس اللي هو الميد بروم بوزيشن سوري، البريكيو راديالس الاول، وبعديها الاكستنسور كارباي راديالس لونجس، وبعدين اكستنسور كارباي راديالس بريفس، وبعدين اكستنسور ديجيتورم، وكنا بنقول الديجيتورم في طلعه منها حته صغننه اسمها اكستنسور ديجيتي مينيمي، وبعد كده الالنارس صح؟ اكستنسور كارباي النارس، ما كناش بننسى الانكونس مش محتاجه خالص النهارده. بريكيو راديالس، اكستنسور كارباي راديالس رونجس، اكستنسور كارباي راديالس بريفيس، ديجيتورم، ديجيتي مينيمي، النارس. تمام؟ طيب امال مين دول بقى؟ لا دول هم الديب بقى جروب.
الديب جروب اللي هم كانت اولهم بتدي السوبينيتور وال الاب دكتور بولشز لونجس اب دكتور بولشز لونجس البريفس بتاعتها كانت موجوده في الهاند اكستنسور بولشز بريفس والاكستنسور بولشز لونجس اهي الاكستنسور بولشز لونجس والبريفس الاثنين مع بعض الاكستنسور وكانت الاكستنسور انديسز كده بقى خلص الديب جروب. خلي بالنا ان احنا زي ما شايفين الارتري اهو البرانش دوت اللي ماشي هنعرف حالا هو ماشي منين. هقول لك ان البرانش دوت داخل ما بين ايه وما بين ايه فلازم تكون عارف الانديس ديت فين وتبقى عارف الاكستنسور بوش سترونجز ديت فين. فالرسومات معاك الرسومات معاك لما ابعت لكم البرزنتيشن هتبقى الدنيا خلاص بقيت انت ممكن ترجع على الرسومات لو انت ناسي اسم النص فين. طيب امبارح كان في حد منكم كان بيسالني مش فاكر محمد ولا مين كان بيسالني محمد باين كان بيسالني ان في ترانسفيرس انستموز اه بس انا صح سبتها حسيت ان انتوا ايه يعني وصلتوا لغايه الاخر يعني بس ترانسفيرس انستموز ما كانش فيها حاجه يعني بس كانت مينلي كانت من انفيريور اولنر كولاترال كانت من انفيريور اولنر كولاترال هي كانت باينه في الرسم بتاعتها كده كانت كويسه. طيب كان في ترانسفيرس انستموز هنا كده كانت ما بينهم الاثنين احنا كنا قلنا في انستموز عند الميديال ايبيكوندايل وعند اللاترال ايبيكوندايل فالانستموز اللي كانت عند الميديال ايبيكوندايل واللاترال ايبيكوندايل دي ما كانش فيها مشاكل لكن ايه الانستموز الترانسفيرس؟ الترانسفيرس دوت ما بين الانفيريور اولنر كولاترال وما بين البروفاندا بريكياي اللي على اللاترال سايد يعني ما ينفير اولنر كولاترال ميديال وما بين البروفاندا بريكاي اللي على اللاترال سايد. طيب تعالى بقى احنا كل ده كنا اخدناه امبارح تعالى بقى نبتدي في الكلام الجد النهارده اللي هو الريديال ارتري. في كلام كتير احنا اخدناه ان الريديال ارتري اهي ادي ترانسفيرس انستموز ظهرت اهو لو انا كده انا كده ميديال وكده لاترال فالترانسفيرس انستموز ديت كانت ظاهره ما بين الانفيريور اولنر كولاترال شخصيا الانفيريور اولنر كولاترال نفسه وهو بيلف هنا كده الانفيريور اولنر كولاترال مع الديسيندنج برانش اوف الديسيندنج برانش اوف بروفاندا بريكاي بمعنى كده انها كانت على الباك خلاص الرسمه بتاعتها منقطه فهي كانت موجوده على الباك. طيب نيجي بقى للبيجيننج للريجر ارتري نتكلم بقى في الريجر ارتري. الريجر ارتري هو بدا في الكيبيتال فوسا عند الليفل اوف نيك فريديس هو السمولر من تو تيرمينال برانشز اوف بريكيال ارتري يعني الجملتين دول كلهم هم نفسهم الترمينيشن اوف بريكيال ارتري. انا بدات عند الليفل اوف نيك فريديس اهو انا از ترمينيشن من البريكيال ارتري الجمله اللي مهمه فيهم ان انت لازم تعرف ان هي السمولر السمولر من التوتال من البرانش يعني اكبرهم كان البريكيال كان الالنر ارتري. خلي بالك البريكيال ارتري كان اكبر برانش منه البروفاندا بريكاي البريكيال ارتري الترمينيشن بتاعته اكبر ترمينال برانش منه الالنر ارتري تفرق قوي. الريجر والالنر دول مش برانشز من البريكيال ارتري دول الترمينال برانشز من البريكيال ارتري عشان هتفرق قوي في الام سي كيو. اوقات يقول لك اللارجست برانش من البريكيال ارتري اللارجست برانش هيبقى هو البروفاندا بريكاي خلاص اللارجست برانش لكن لو هو عايز يسالك على الالنر ارتري هيقول لك اللارجست تيرمينال برانش تمام. طبعا لو هو غالبا مش هيكون كاتب لك الاثنين يعني عشان يلخبطك بس انا بقول لك عشان تبقى انت عارف التيرمينال برانش كان السمولر منهم كان هو الريديال والاكبر منهم كان الالنر. طب ايه الكورس بتاعك يا ريديال يعني ايه الكورس بتاعك تفتكروا الكورس بتاعه هيمشي ازاي؟ لو انا كده ادي البريكيال ارتري بريليشن بتاعته طبعا انت كل مره في الرسمه تقعد تفكر نفسك اه افتكر ان البريكيال ارتري اهو فكان ميديال للميديال نيرف كان لاترال للبايسبس وهكذا تقعد تفكر نفسك بريليشن عشان ايه تثبت معاك. ادي البريكيال ارتري اتقسم للريديال ارتري اهو وبعد كده الالنر ارتري اللي مش عايزاه دلوقتي رجعنا تاني بقينا احنا كده ميديال وكده لاترال تمام. وادي الفليكسور ديستورم سوبرفيشاليس اللي معانا اهي وباين جزء من الالنارس. احنا كنا في المصل في السوبرفيشال جروب كنا بنقسمها لثلاثه ما كانتش كلها سوبرفيشال وجيب كنا بنقسمها السوبرفيشال اللي هي البورنيتور تيرز والفليكسور كارباي وكده اللي مقطوعين دول هنا وكنا بنقول فليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس هي الميدل مش كده الميدل اللي تحتها البولش سترونجس والديجيتور. المهم طيب ادي البريكيال ارتري سوري الريجل ارتري الريجل ارتري هيمشي داونورد اند لاترال زي ما انا شايفها كده هيمشي داونورد فورت اوف ار بالمنظر كده زي ما ماشي بالبايتر لاترال كده يمشي لاترال في اللاترال بارت اوف فور ار يفضل ماشي في اللاترال بارت اوف فور ار في الفرونت طبعا ماشي كده لغايه ما يوصل الريست. اول ما يوصل الريست عند المكان ده اول ما يوصل الريست هيعمل ايه هيكيرف باكورد عند اللاترال سايد اوف ريست يعني الريجل ارتري هيفضل قدام طول السكه لغايه ما يوصل عند الريست وهيروح لافف ايه خلاص. انا عايز بس اعمل ايه ده عشان ما يسبتنيش بس يقعد يتصل خلاص. طيب الريجل ارتري اتفقنا ان هو كان جاي على اللاترال سايد اوف فرونت اوف فور ار اهو لغايه عند الريست جوينت هيروح ايه هيروح لافف ورا باكورد عند اللاترال سايد اوف ريست زي ما هنشوف كمان شويه. طيب ديت كانت اول حاجه مهمه.
انا الريديال ارتري لف ورا، انا ماشي اهو ادي الريديال ارتري، انا ماشي ورا، وبعدين بعد ما لفيت هنا كده، بعد ما لفيت هنا كده جيت بعد كده في الباك، يعني لفيت في الدورسم اوف هيد، جيت هنا كده في الدورسم اوف هيد. خلي بالك في حاجه مهمه جدا جدا اسمها اناتوميكال سناف بوكس، انا عارف ان انت سمعتوها قبل كده. الاناتوميكال سناف بوكس دوت كان زي سبيس صغنن كده، سبيس صغنن دوت كان محشور في الدورسال اوف اوف هاند، محشور بتوين التندون بتاع الاكستنسور بوليس فرنجس من ناحيه، والاثنين التندون اللي كانوا لازقين في بعضيهم لو فاكرين الترتيب كان الاكستنسور بوليس بريفس والابدكتور بوليس فرنجس. لو انا جيت كده للرسمه اللي فاتت علشان ما تبقوش تايهين، ادي كده الابدكتور بوليس فرنجس اهي صح، واللي وراها على طول كانت البريفس ما كانتش اللونجس، يعني الابدكتور ابدكتور بوليس فرنجس ومعاها الاكستنسور بوليس بريفس اهي، ومين كانت الثالثه؟ الاكستنسور بولشس الاكستنسور بولشس لونجس لوحدها. فالسبيس اللي بقى محشور هنا ده مش هنا السبيس اللي تحت، بس اللي بقى محشور ما بين الثلاثه نصف دول في جنب الابدكتور والبريفس، وجنب كانت الايه؟ اللونجس. فجينا المنظر ده، جينا المنظر ده ان الابدكتور والبريفس بقوا في جنب، الابدكتور والبريفس بقوا جنب، والاكستنسور بولشس لونجس بقت في جنب، السبيس المحشور فيها اسمه الاناتوميكال ستاف بوكس. الريديال ارتري يدخل عن طريق الاناتوميكال ستاف بوكس ويوصل الدورسال فان. يعني انت فضلت في اللاترال سايد، فضلت في اللاترال سايد لاترال سايد لاترال سايد، وبعدين رحت لافف ورا عشان تظهر لنا في الاناتوميكال سناف بوكس عند الدورسال اوف هاند. ما يهمنيش بين ايه مصل وايه، بس انا قلتها لك علشان تبقى انت عارف مكانها، انت اخدته قبل كده بس عشان تبقى عارف مكانها فين. طيب الريليشن بقى بتاعتك ايه يا ريديال ارتري؟ معنى كده ان انت هتكون موجود الاول في الفرونت وبعد كده هتروح راجع ورا صح؟ طيب تعال نشوف ايه الريليشن بتاعته كده. الاول يعني ديت يمكن كام علامه كده، اللي حابب ياخدها ياخدها، اللي مش حابب هيسيبها. طيب بتسيب الاستراكشر اللي موجود. انا عايز اقول لك ان الريليشن بتاعتي في الفور ار، الريليشن بتاعتنا في الفور ار هتختلف شويه، هتختلف شويه عن بقيه الريليشن بتاعت البريكيال ارتري. في ايه؟ ان احنا مش هنقعد نقول بقى في الابر بارت اوف فور ارم وفي اللور بارت اوف فور ارم والكلام ده، لا احنا هنقسم الريليشن بتاعت الريديال ارتري لجزئين بس. الجزء اللي هو كان كله في الفرونت في الفور ارم، فهقول في الفور ارم، وتاني جزء اللي هو اللي هيلف باكورد فانا هقول ايه؟ في الريست، لكن مش هنقسمها في الارم فوق وتحت. تمام؟ طيب دي نفس اسماء المصل بقى بترتيب ايه الاستراكشر اللي موجوده قدام. السلايد ديت معاك بقى تقعد تحفظ فيها او تبص فيها. Just a minute. الواحد يبقى قاعد طول اليوم مش لاقي اي حد يعبره، اول ما تتشغل تلاقي التليفونات كده. طيب احنا تاني هنحط لكم المصل تاني كده عشان لما نيجي نبص فيها المصل اللي احنا هنيجي نحتاجها. يعني انت بقى معاك الحاجه، ادي الفليكسبل ستورم سوبرفيشال لسه محتاجها النهارده كتير قوي قوي، الجيب جروب هنحتاج اللونجس، وهنحتاج الدستورم بروفاندس، وهنحتاج المصل المربعه الصغننه ديت اللي اسمها برونيتور ايه؟ كوادريتس. نرجع بقى لكلامنا، انا هحط لكم بس الحاجات المسلز كده علشان ايه التوهان في الريليشن بتاعته. طيب احنا زي ما اتفقنا ان احنا الريليشن نقسمه الاول للفور ارم وبعد كده نقسمه في الريست. طيب في الفور ارم في الابر بارت بتاعه طبعا هو هيكون متغطي بمين؟ بالمسل اللي اسمها بريكيو راديالس. ده انا حتى في الرسمه دي انا اصلا مش شايف الريجيال ارتري، يعني الريجيال ارتري اول ما طلع هنا هو خلاص بقى متغطي كله بالبريكيو راديالس، فانا مش شايفاه. طيب بقيه الجزء دوت لسه متغطي بالبريكيو راديالس، بس الجزء اللي تحت بقى خلاص مجرد ما الفليشي فايبر، هنا دي الفليشي فايبر وده التندون، مجرد ما طلعت ما خلصت الفليشي فايبر فابتدى يظهر الريديال ارتري. علشان كده يقول لك هو في الابر بارت بتاعه هو متغطي بالفليشي بارت اوف بريكيو راديالس، لكن في اللور بارت بتاعه هو بقى ايه؟ بقى سوبرفيشال. يعني ايه سوبرفيشال؟ يعني بس هيبقى متغطي بالسكين والفاشيا. فعلشان كده البلسيشن بتاعته اقدر احسها هنا في اللور بارت بتاع الريجس، مش بس تحت كده، لا انا بقدر احسها في كل الجزء ده. في اللور بارت بتاع الريجس اقدر احس الريديال ارتري. طيب يعني معنى كده ان الريجيال ارتري كان فوق متغطي بالفليشي فايبر اوف بريكو راديالس، فليشي فايبر اوف بريكو راديالس، بعد كده بقيت ايه؟ سوبرفيشال بالسكين والسوبرفيشال فاشن. طيب المنظر دوت هايل جدا، ان انا عايز اقول لك ان الريجيال ارتري اقدر احس البلسيشن بتاعته هنا، الريجيال ارتري البلسيشن عند اللور اند اوف ريجس اقدر احسها، مش بس هنا كمان، ده انت كمان لو طلعت فوق شويه تقدر تحسها مجرد ما الفليشي فايبر بتاع البريكو راديالس خلصت فانت قادر تحس الريديال ارتري. طيب نيجي كمان ايه البوستيريور بقى ريليشن؟ البوستيريور ريليشن شويه فيها كل حاجه، ليه؟ لان الريديال ارتري كان سوبرفيشال وكان متغطي بس بالبريكو راديالس،
كان بس مغطيه بريكيورال جيمس. انا عملت كده ريفليكشن للبريكيورال جيمس، عملت ريفليكشن، فانا عايز اشوف اللي تحتها. ادي الريديال ارتري اهو، ادي الريديال ارتري اهو، فانا عايز اقول اشوف ايه الاستراكشر اللي تحتها. طب لو بدانا من فوق كده، لو بدانا من فوق، ادي البايسبس اهي، وادي البايسبس ابنيروزس اللي ماشي كده، والبايسبس تند صح. طيب يبقى اول حاجه هتكون موجوده هيبقى البايسبس تند. طيب لو انتوا فاكرين ان احنا كان عندنا في حاجه اسمها ماسل، كان موجود عندنا اسمها برونيتور تيرس اللي مقطوعه اهي، البرونيتور تيرس، وكنا بنقول برونيتور تيرس كده كانت ماشيه اوبليك، فهنلاقي كمان البرونيتور تيرس مش من عند الاورجن بتاعها اللي من الميديا ايبيكوم باي، لا هنلاقي الجزء بتاعها هنا اللي جاي هنا انسرت، اسمه انسرشن البرونيتور تيرس، جايبها رسمه ثانيه. بس انا عايز لك هنا ان انت تعرف لي ان كل تقريبا الماسلز، كل الماسل تقريبا تقريبا هنلاقيها من عندي عليها الريديال ارتري. انا هقول لكم بس اسمائهم كده وبعد كده نرجع نشوفهم رسمه رسمه. طيب لو احنا جينا هنا كده في الرسمه اللي ظاهر معانا البايسبس والفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس، فين الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس؟ اهي ادي الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس، وانا شايفه الانسرشن بتاع البرونيتور تيرس. يبقى انا معديه مش بس على البايسبس تنتور نمره واحد، على الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس نمره اثنين، انا حتى مديها ماسكولار برانش، على البرونيتور تيرس اللي انت قاطعها نمره ثلاثه. تمام كده؟ طيب تعالى نشوف هيعدي على مين كمان؟ ادي المصل بتاعتنا اهي، ادي المصل بتاعتنا اهي، ادي البرونيتور تيرس كانت جايه من عند الميديال ابيكوندايل، وشايفها ماشيه ازاي؟ ماشيه كده، تروح انسرت عند الريدجز كده. البرونيتور تيرس وهي ماشيه كده، الريديال ارتري جاي ماشي كده، فهيعدي عليها كمان، فهي بقت بوستيريور ريليشن ليه. عايز ما تلخبطش نفسك، البريكيورال جيرس بس سوبرفيشال، فبقيت اي مصل هتحطها بوستيريور. هقول لك بايسبس، هقول لك سوبينيتور، هقول لك برونيتور، هقول لك فليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس، كوادريتس، اي حاجه كله هيبقى جيب ليها، لازم كله هيبقى جيب ليها، لان الوحيده اللي سوبرفيشال هي البريكيورال جيرس. ادي انا جبت لك الرسمه دي عشان ما تلخبطش في البايسبتال ابنيروزس والبايسب ستندول، ما نبقاش متلخبطين، وازاي ان الريديال ارتري جاي معدي على البايسب ستندول، عشان ما تبقاش بس متلخبط ومتخيلها ازاي. طيب البايسب ستندول قلناها. طيب المصل اللي كان اسمها، لو انا جبت لك كده الثلاثه دول مع بعض، ادي البرونيتور تيرس اهي، ادي البرونيتور تيرس كانت انسرت في الريديس في اللاترال سايد، فالريديال ارتري جاي ماشي هنا، فلازم يعدي عليه. المصل اللي كانت جايه بالعرض اللي قلت لك مهمه، بس كانت جايه في بقيه الرسومات مع كذا حاجه فهتلخبطنا، كان اسمها البرونيتور كوادريتس. والمصل اللي كانت جايه فوق خالص من اللاترال ايبوكوندايل هنا لغايه الفرونت من الريدجز، المصل دي كان اسمها سوبينيتور. طيب صح ان الريديال ارتري لو بادئ كده اهو 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 زي النور اهو ماشي كده، يبقى انا مش بس عديت على البايسبس، ده انا كمان عديت على السوبينيتور، ده انا كمان عديت على البرونيتور تيرس انسرشن، ده انا كمان عديت على مين؟ على البرونيتور كوادريتس. على البرونيتور كوادريتس. طبعا المصل ديت اللي اسمها الفليكسر بورشس لونجس، فانا كمان عديت على الفليكسر بورشس لونجس. يمكن احنا في بقيه الرسومات هتلاقي الدنيا في الرسومات اللي فيها رسومات كتيره الدنيا تلخبطك شويه، بس انا مش عايزاك تلخبط قوي، مش عايزاك تلخبط قوي كده. احنا كان عندنا في الديب جروب، كان عندنا في الديب جروب، كان عندنا في الديب جروب كان عندنا الفليكسور ديجيتورم بروفاندس والفليكسور بورشس لونجس صح، والبرونيتور كوادريتس. الفليكسور ديجيتورم بروفاندس ديت ميديال، مش هتجيب سيرته صح. ادي السوبينيتور اهي، ادي السوبينيتور، وتحتها على طول على نفس الليفل بتاعها مين؟ الفليكسور بورشس لونجس، وتحتها على طول على نفس الليفل مين؟ البرونيتور كوادريتس. فالثلاثه دول مع بعض، سوبينيتور، فليكسور بورشس لونجس، والبرونيتور كوادريتس، الثلاثه دول مع بعض هيعدي عليهم الريديال ارتري. ليه؟ لان الريديال ارتري هي كده 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 كده، فمعدي عليهم الثلاثه. اي حاجه بقى عدت في السكه بتاعه اللاترال سايد هيعدي عليها، اللي هي السوبينيتور والبولشس والبرونيتور كوادريتس. طيب في اي حاجه جايه من الميديال ولفت لاترال هيعدي عليها كمان، زي البرونيتور تيرز اللي كانت جايه من هنا وهتيجي هنا، هيعدي عليها هي كمان. في حاجه كانت جايه من فوق، البايسبس اللي كانت جايه انسرت هنا، هيعدي كمان على البايسبس تاني. خلاص كده يا ولاد عشان الدنيا ما تتفش معاكم. طيب الفليكسور ديجيتورم بروفاندس كانت جايه ميديال، لكن الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس، الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس اللي كان منكم فاكر كان بيكون ليها ريديال هيد والنر هيد. الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس اللي هي دي، الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس الجزء الريديال منها اللي هنا هيعدي برضو عليه الريديال ارتري. باي حاجه لاترال انا هعدي عليه. خلاص يا رب تكونوا فاهميني، بس ما تبقاش الدنيا صعبه معاكم. طيب ادي انا اللي بقيت بصيت هنا، ادي الريديال ارتري عديت على البايسبس، الريديال ارتري عديت اهو، ادي بدايه السوبينيتور، عديت على الانسرشن بتاع البرونيتور تيرس، الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس، عديت على الفليكسور بورشس لونجس، وادي البرونيتور كوادريتس. نيجي نبص في الرسمه اللي جايه، انا عديت على البايسبس تندون اهو، ظهر قوي البايسبس تندون، وانا جاي ماشيه تحت البريكيوريديالس، فلازم هعدي على الحاجات اللي هنا اللي كانت منها الفليكسور بورشس لونجس ومنها الكوادريتس. جينا بصينا في الرسمه دي، حطيتهم لك الثلاثه مع بعض، السوبينيتور والبرونيتور والكوادريتس والفليكسور بورشس لونجس واحده. تمام، يا رب تبقى الدنيا سهله، مش عايز تلخبط نفسك قدامي، بس البريكيوريديالس اي مصل تانية هتكون ورايا.
قدامي بس البريكيوراديالس، اي مصل تانية لو جات في الام اس كيو اي مصل تانية هتبقى وراها. طيب لاترال بقى ليا، لاترال ليا لو ادي الريديال ارتري لاترال ليا هيكون مين؟ والله لو انت فوق في الار في الفور ارم سوري، لو انت فوق في الار في الفور ارم في الابر ثيرد او فور ارم، فالنرف بيكون مفصول، النرف بيكون مفصول بالارتري بسلايت انترفال، يعني في مسافه كده ما بينه. لكن انت في الميدل ثيرد او فور ارم النرف بيكون على طول لازق ليه، بيكون على طول لاترال. لكن والله لو انت بقى في اخر الفور ارم النيرف هيسيب الارتري هيكيرف باكورد، الله طب ما هو الارتري كمان هو هيكيرف باكورد. لا خد بالك انا بقول في اللور ثيرد اوف فور ار، يعني انا لسه في الفور ار، فالنيرف هيرجع لورا، النيرف هيرجع لورا خلاص هيكيرف باكورد، باكورد عند لاترال مارجن اوف فور ارم عند تحت البريكيوراديالس هيلف يروح الباك اوف ريست. طب بس الريجيال ارتري كمان هيلف؟ لا الريجيال ارتري هيلف بس امتى؟ امتى؟ في الريست. انا كل ده لسه في فور ار، لكن الريجيال نيرف السوبرفيشال ريجيال نيرف هيلف بدري بدري. يعني انت عايز تقول ان انا اللاترال ليا هو السوبرفيشال ريجيال نيرف، انا فوق بعيد منه شويه، انا تحت لازقه فيه، في النص لازقه فيه، انا تحت بعدت عنه خالص ولفيت ورا من بدري بدري، لكن الريجيال ارت هيلف متاخر. يعني معنى كلامك كده ان احنا كده، طب تعال نشوف السلايدر وراها واقول لك الميجر ريليشن الاول ايه. الميجر ريليشن فوق البرونيتورز الشخصيه، الله مش البرونيتور تيرز انا كنت معدي عليها؟ اه البرونيتور تيرز انا كنت معدي على الانسرشن، لكن هي ميديال بقت هي البرونيتور تيرز، صح؟ هي ميديال بقت البرونيتور تيرز. طيب ميديال في اللور تو ثيرد بتاع الارم، في اللور تو ثيرد بتاع الفور ارم هيكون تندن بتاع المصل اللي اسمها فليكسور كارباي راديالس، الفليكسور كارباي راديالس اللي كانت جايه بعد البرونيتور تيرز على طول. اقول لك حاجه وما تلخبطش نفسك، انا لو عايز اذاكرهم انا هحفظ الاثنين الميديال وخلاص. البرونيتور تيرز كانت ميديال وبوستيريور، ميديال كمصل انسيرشن كان بوستيريور. المصل الوحيده اللي انا محتاجاها ان انا اعرفها الفليكسور كارباي راديالس. طب وبعدين يا دكتور بقيه الريليشن؟ بقيه الريليشن سوبرفيشال البريكيو راديالس سهل اعرفها. طيب اللاترال ريليشن كان سوبرفيشال ريجن لاترال الاول فوق بعدين لازق فيا وبعدين بعد كده راجع لف لورا. طيب البوستيريور ريليشن اي حاجه فيما عدا ذلك مصل هتبقى بوستيريور ريليشن اكسبت الفليكسور كارباي راديالس. ده لو انا مش متخيل الريليشن، لو انا عايز الم الدنيا وانا مش متخيل الريليشن انا هحفظها كده، ان انا قدامي بس البريكوراديالس، انا ورايا اي حاجه ثانيه هتبقى ورايا ما عدا البرونيتور تيرس فوق جنبيه جنبيه مش بس ورايا ميديال ليا، والفليكس الكارباي راديالس هي اللي ميديال. تمام كده؟ لو احنا فهمنا الريليشن وتخيلنا الرسمه وكنا فاكرين المصل دي الموضوع هيبقى سهل، ان انا معديه تقريبا على كل سوبرفيشال جروب، في حاجات من الديب جروب معديه تقريبا عليهم كلهم ومتغطيه بس بالبريكوراديالس. بس كده يا رب يبقوا فاهميني يا رب. طيب لو انا جيت بقى بعد كده في الريست، احنا خلصنا كده الريليشن في الابر بارت اوف ار، لو انا جيت بعد كده في الريست، في الريست الموضوع سهل، ان الريديال ارتري بيترن باكورد. خلي بالك الريديال ارتري كان ماشي جنبيه السوبرفيشال ريديال نيرف، قلت لك ان هو فوق كان مفصول عنه بانترفال، في النص كان جاي لاترال، بعد كده السوبرفيشال ريديال نيرف هو اللي لف باكورد من بدري بدري. الريديال ارتري فضل مكمل قدام في الفرونت اوف ارم وبعد كده لف باكورد. خلاص؟ وهي كروس الفلور اوف اناتوميكال سناف بوكس زي ما اتفقنا عشان يوصل الدورسال اوف ايه؟ اوف اوف هاند. ادي البريكيال ارتري اهو واتقسم عند النيك اوف ريدجس للريديال ارتري واتقسم للالنر ارتري اللي مالناش دعوه بيه دلوقتي. البريكيال ارتري كان مغطي اول ثرو، كان مغطي فوق بالفريشي فايبر بتاعت البريكيوراديالس وبعد كده بقى سوبرفيشال قدرت ده كده التندون اللي انا قطعها بس بعد كده قدرت ان انا احسه ايه؟ احسه سبكتينيس. الريديال ارتري كان جاي الاول في اللاترال سايد وبعد كده عند الريست ابتدى يلف باكورد عشان يوصل للاناتوميكال سناف بوكس. انا شايف منه برانشات طالعه كده لسه ما قلناش اي حاجه منها. الفليكسور كارباي راديالس لونجس، الفليكسور كارباي راديالس لونجس هي كانت الوحيده اللي اخذناها ميديال ريليشن ليه. طب بس احنا اخذنا البرونيتور تيرس، اه البرونيتور تيرس كانت ميديال ليه كده، البرونيتور تيرس كانت ميديال ليه وهو جاي كده، لكن البرونيتور تيرس كانت اكشوالي هي نفسها الانسرشن كان وراه، لكن البرونيتور تيرس الجزء نفسه الفليشي فايبر بتاعتها كانت كلها ميديال ليه. التندون الميديال ليه كمان الفليكسور كارباي راديالس تندون، ودوت قلت لك ده ممكن الوحيد اللي تحفظه والباقي يبقى هو البوستيريور. تمام كده؟ طيب نيجي بقى للبرانشز، للبرانشز ادي سمري ليه بقى بالريليشن بتاعته ايه اللي قدام وايه ورا، انت بقى تقعد تحفظ فيها وتبص فيها كده تقارنهم الاثنين ببعض. الموضوع مش هتلاقيه صعب قوي كده بس محتاج ان احنا نكون اول شويه بالمصر علشان كده الريجل ارتري حلو يتشرح بعض المصر فتبقى فاكر الحاجه. طيب البرانشز الريجل ارتري برانش اسمه ريجل ريكارد، سمعنا اسمه على فكره، برانش اسمه ماسكولار، اي ارتري لازم هيدي ماسكولار برانش، مش هنختلف في ده سواء الريجل او البريكيال او البروفاندا او الارض، يعني انت لو اتزنقت يبقى احنا ماسكولار برانش للكل.
طيب ال branches اللي specific بقى ال radial artery كان ال radial recurrence معنا قبل كده. هندي branch اسمه anterior carpal. يعني ايه anterior carpal؟ anterior carpal احنا عارفين في carpal bone وبعدين المتاكاربل مش كده؟ وبعدين الفالنجيز. طيب ال carpal bone هندي branch قدام ال carpal bone هيبقى اسمه anterior carpal، وهندي branch ورا ال carpal bone هيبقى اسمه posterior carpal. سهلين دول. هندي branch تالت اسمه superficial palmar branch. superficial palmar branch دوت هيعمل arch اسمه superficial palmar arch. لا تعالى كده قول لنا بالراحة، تعال نخلص الأول من الثلاثة دول. لو أنا جيت كده لا أنا عايزة طبعا نقول في الرسمة اللي كانت فين دي. لو أنا جيت كده قلت لك معانا في رسمة تانية أحلى بس الرسمة دي بالبقر. أدي الريديال أرتري أهو، الريديال أرتري. طول ما أنا ماشي أنا هدي ماسكر، صح؟ أنا هدي ماسكر للمسل هام. طول ما أنا ماشي أنا هدي الأول برانش اسمه ريديال ريكارنت هيطلع لفوق، هنشوفه كمان شوية من الرسمة. أنا وأنا ماشي كده، أنا وأنا ماشي كده، وأنا قبل ما هلف باكورد الريست هدي برانش كده اسمه أنتيريور كاربال. هيجي قدام الكاربال بون اسمه انتيريور كاربال. اكيد قبل ما اقول هو هيقابل برانش جاي من الالنر ارتري اسمه برضو انتيريور كاربال، وهعمل ايه انستموز ما بين الانتيريور كاربال من ده مع الانتيريور كاربال من ده. طيب امال البوستيريور كاربال انا بعد ما لفيت ورا هروح مديه برانش نفس الوضع برضو، يلف يدي الناحيه الثانيه ونفس الناحيه الثانيه نفس الفكره. الالنر ارتري هيجيني هو كمان بوستيريور كاربال، فهيبقى في عندي anterior carpal برانشين يمين وشمال من radial والألنر، وورا في posterior carpal من ناحيتين من radial والألنر. طيب ماشي. الريديال artery اهو شخصيا ادى برانش سميناه superficial palmar branch. ليه palmar؟ ان ادي البالما اهو، ادي الهاند اهي بتاعتي. البرانش دوت اسمه superficial palmar branch of radial artery، هيقابل نهايه الألنر artery وهيعمل arch هنا موجود في البالم اسمه superficial palmar arch. يعني معنى كده ان انت عايزه تقولي لنا ان في ارش انستموزس ما بين الريديال والالنر. في ارش معناه اسمه انتيريور كاربال ارش كان عباره عن اثنين انتيريور، وفي ارش ورا كان عباره عن اثنين بوستيريور ريديال والالنر، وفي ارش ثالث كان معناه اسمه سوبرفيشال بالمر ارش اللي كان عباره عن ايه؟ سوبرفيشال بالمر برانش من الريديال ومع نهايه الالنر ارش. هرجع اعيد الكلام ده كله ثاني بس كان يهمني الايه الاورجنايزيشن في الاول. عشان كده بقت البرانشز بتاعتنا بتاعت الريديال ارتري كانت الريديال ريكارنت اللي سمعناها قبل كده، الانتيريور كاربال اللي هيقابل اخوه انتيريور كاربال الناحيه الثانيه من الالنر ويعمل انتيريور كاربال ارش، بقى بوستيريور كاربال اللي هيقابل البوستيريور كاربال اخوه من الالنر ارتري ويعمل بوستيريور كاربال ارش، السوبرفيشال بالمر برانش اللي هيقابل الترمينيشن بتاعت الالنر ارتري ويعمل سوبرفيشال بالمر ارش. يعني انت دلوقتي لسه ما تعرفش اي حاجه. السوبرفيشال بالمر ارش تقدر تقول لي هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن جزء برانش صغير من الريديال ارتري بس اساسه الالنر ارتري، الترمينيشن بتاع الالنر ارتري. اخر حاجه بقى المسكر. تعالوا بقى نقول كده واحد واحد كده برانش واحد، يعني اقولهم واحد واحد. طيب الاول ادي البايسبس وادي البريكيال ارتري وادي الميديال نيرف، كان الاول لاترال وكان ميديال، كان ليها الميديال كوتينيوس نيرف اوف فور ارم وكان ليها الالنر نيرف، صح؟ طيب ايه اللي حصل؟ ادي الميديال نيرف عمل كروسنج لاترال لميديال، بقى الميديال نيرف جاي ميديال، وبعد كده الالنر نيرف رجع لورا والميديال كوتينيوس نيرف اوف فور ارم ايه بقى سوبرفيشال. ادي البريكيال ارتري اهو جينا عند الالبو جوينت او جينا في الكيوبيتال فوسا، جينا سنتي تحت الالبو جوينت اتقسمت ريديال ارتري والالنر ارتري، والريديال ارتري اهو ابتدى يتغطى بمين؟ البريكيوريجينس ماسل. طيب الريديال ارتري عند الاوريجن بالظبط بتاعه، عند بدايه الاوريجن بتاع الريديال ارتري ابتدى يطلع منه برانش سميناه ريديال ريكارنت ارت. الريديال ريكارنت ارت دوت ظهر من بدايته خالص ودوت هيأسنت زي ما انت شايف اهو في الرسمه كده، هيأسنت عشان يأنستموز مع مين؟ لو فاكرين كان بيأنستموز مع مين؟ كان بيأنستموز الريديال ريكارنت دوت مع الانتيريور ديسندنت برانش اوف بروفاندا، مع الانتيريور ديسندنت برانش اوف بروفاند بريكلي ارتري. كان فين؟ كان قدام اللاترال ايكوندايل ولا كان ورا اللاترال ايكوندايل؟ كان قدام. اللي وراها لا ده جاي من الارنر اللي هو البوستيريور انتر اوسس ريكارنت مع البوستيريور ديسندنت برانش من البروفاندا بريكلي. يبقى انا الريديال ريكارنت سمعناه قبل كده مش محتاجين نقول، فانت ذاكره من مكان واحد. يعني انت لو مذاكره من فوق من عند البريكال ارتري خلاص اشطب من دي، تفتكر بس الاسم الريديال ريكارنت ارتري. طيب الماسكولار برانش تفتكر نقول فيها حاجه؟ لا، الماسكولار برانش اكيد هتدي المصل اللي موجوده عند اللاترال سايد اوف فور ارم، مش هنقول فيها حاجه. طيب الانتيريور كاربال ارتري دوت هيمشي ميديال. ليه هيمشي ميديال؟ ما هو انا كده لاترال وكده ميديال، لا انا لما همشي كده ميديال يبقى انا رايحه ناحيه الالنا، صح؟ انا كده لاترال هو في الريديال ارتري همشي كده ميديال ناحيه الالنا.
فلما اقول لك الانتيريور كاربال ارتري ماشي ميديالي وهو رايح ناحيه الالنا، هيكروس الفرونت اوف كاربس، دي مش عارفه الايه سمينا دلوقتي، دي بالتندونز يعني، هي انستموز مع الانتيريور كاربال برانش اوف النر ارتري وهيعمل الانتيريور كاربال ارتري. بص المنظر، ادي الريديال ارتري وادي الالنر ارتري وادي الكاربال بون اهو، ادي الكاربال بون اهو خلاص. الفلكسور تندونز كلها جايه معديه هنا، انا هعمل كروسنج ديب للفلكسور تندونز، انا معديه كل الفلكسور تندونز هنا. الريديال ارتري دوت هيدي برانش هنا هيمشي اسمه انتيريور كاربال، وبرانش جاي من الالنر ارتري برضه اسمه انتيريور كاربال، الاثنين تقريبا متساويين في الحجم، الاثنين تقريبا متساويين في الحجم، هيعمل انتيريور كاربال ارتش. وورا هيحصل نفس المنظر، الريديال ارتري هيلف لورا في الاناتوميكال سناف بوكس، وهو ورا هيدي برانش ورا اسمه بوستيريور كاربال، هيجي له برانش تاني من الالنر ارتري ورا هيبقى اسمه بوستيريور كاربال، فهيعملوا بوستيريور كاربال ارتش، والاثنين تقريبا متساويين في الحجم. الجمله مهمه يعني ايه؟ يعني الانتيريور كاربال ارتش او البوستيريور كاربال ارتش البرانشين اللي من الريديال والالنر مشاركين بنفس الكميه، يعني لو ده 50% ده 50%. لكن السوبرفيشال بالمر برانش اوف ريديال ارتري هيقابل التيرمينيشن بتاع الالنر ارتري وهيعمل ارش اسمه سوبرفيشال بالمر ارش. ده النسبه مش متساويه، يعني ايه؟ يعني ده برانش صغير لكن الاصل جاي من الالنر ارتري شخصيا. فالسوبرفيشال بالمر ارش مينلي الالنر ارتري، وبرانش اسمه سوبرفيشال بالمر برانش من الريديال ارتري. لكن الانتيريور كاربل والبوستيريور كاربل الاثنين زي بعض. خلاص؟ يا رب تكونوا فاهمينها، ولما نيجي المحاضره المره اللي جايه اسمها الريديال والالنر ارتري في الهاند هنقعد بقى نقول تاني الكلام ده، هنقعد نعيده تاني. الانتيريور كاربل اتفقنا عمل الانتيريور كاربل ارش مع الالنر ارتري. البوستيريور كاربل نفس الفكره، هو هيمشي ميديال عند الباك اوف كاربس برضه ديب للتندونز عشان الانستموز مع مين؟ مع البوستيريور كاربل برانش، هيعمل البوستيريور كاربل ارش. بس مكتوبه غلط في الكلام. بقى عندي الاثنين ارش، البوستيريور كاربل ارش والانتيريور كاربل ارش اللي هي الانستموز اللي ما بين الريديال والالنر ارتش. كل واحد فيهم هيجي انتيريور وبوستيريور، فهيبقى بالتالي عندي اثنين ارش، واحد قدام واحد ورا، الانتيريور من الريديال والالنر والبوستيريور من الريديال والالنر. اخر واحد برانش اللي كان اسمه سوبرفيشال بالمر برانش، اتفقنا سوبرفيشال بالمر برانش دوت جاي من عند الريديال ارتري اهو، سوبرفيشال بالمر برانش. سوبرفيشال بالمر برانش دوت هيعمل ايه؟ هيجوين نهايه الالنر ارتري شخصيا علشان يعمل ارش سميناه ايه؟ سوبرفيشال بالمر ارش. بس انا شايف ارش تاني جوه، انا شايف حاجه تانيه جوه مالكش دعوه بيها خالص دلوقتي. انا شايف حاجه تانيه جوه مالناش دعوه بيها، انا بتكلم على اللي فوق ده اللي اسمه سوبرفيشال بالمر ارش دوت هيقابل مين؟ اقرا كده. هل بي انستموز؟ احنا كنا في اللي فاتوا دول كنت بقول لك بي انستموز مع البوستيريور كاربال برانش اوف الالنر ارتري، صح؟ سواء في البوستيريور او في الانتيريور، مع الانتيريور كاربال برانش اوف الالنر. لكن هنا بص انا كاتبه هنا ايه؟ مش انا يعني كاتب ان انا باند مع الانستموز مع التيرمينال بارت اوف الالنر ارتري، عشان كده انا كنت بقول لك هو بيكمبليتنج السوبرفيشال بالمر ارتش. دي اول مره نسمعها هنا. ان السوبرفيشال بالمر ارتش مينلي، اكتب جنبها كده ان هو مينلي الالنر ارتري. ده بالترمينيشن شخصيا بتاعت الالنر ارتري، واللي قبله هنا بس برانش، بس برانش سوبرفيشال بالمر ارتري. طب كده بقت البرانشات بتاعت الريديال ارتري خلصت، ريكرنت والماسكولار واثنين كاربل وواحد ايه؟ واحد سوبرفيشال بالمر. تمام؟ طيب نيجي للسيرفس اناتوم بتاع الريديال ارتري، عبيط جدا 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 جدا، مش محتاج ان انا اقول لك ان ادي ده السيرفس اناتوم بتاع الاجزاء البريكال ارتري، حاططه لك تاني. السيرفس اناتومي كان هنا من عند الاكزيلري فولد، بوستيريور اكزيلري فولد مكان لما حسينا الاكزيلري بالسيشن، وبعد كده نزلنا كده انا ممكن احسه في الارم من فوق البريكيال ارتري، بس احنا كنا النقطه اللي احنا بنمشي فيها ان احنا كان بتوين التو ايبيكوندايل عند ايه؟ ميديال للتندر بتاع البايسبس. انا كنت بخلي العيان يعمل فليكشن للارم، فكان جاست ميديال للتندر بتاع البايسبس انا كنت بعمل بحس البريكيال ارتري. تمام؟ طيب دي كانت بالنسبه للبريكيال ارتري. طب بالنسبه للريديال ارتري، السيرفس انا بتاع الريديال ارتري هيبقى تقريبا نفس الحاجه في البدايه، يعني ايه؟ يعني النقطة اللي فوق هتبقى هي نفسها النقطة النهائية البريكيال اللي هي ميد بتوين تو ايبيكوندايلز وفي يومرس جاست ميديال للتندن اوف بايسبس اللي هي هنا كده. انا ادي البايسبس تندون فانا ميديال ليا كده، يبقى انا كده بدأت ايه؟ ميديال للتندن بتاع البايسبس، يبقى انا كده هنا البريكيال ارتري، البريكيال ارتري نهايته او بداية الريجيال ارتري. طيب انا بعد كده هكمل الريجيال ارتري فين؟ انت قلت لنا الريجيال ارتري ماشي كده 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 كده، بتغطي هنا بالفليشي فايبر بتاعت البريكيو راديالس، ومجرد ما نزل هنا تحت في اللور بارت بتاعت الفور ار انا دلوقتي بقيت سوبرفيشال. فعلشان كده الريديال ارتري انا ببتدي احس الحته دي عند الفرونت بتاعت اللور اند اوف ريديس هنا، اول ما ابتدي احس البلسيشن بتاعته. البلسيشن بتاعته بتحس طول الحته دي، على حسب طبعا الشخص رفيع شويه ولا لا، بس في اغلب الناس بتحس لان هو خلاص سوبرفيشال، فانا بحسه هنا مش بس هنا، لا ده كمان فوق شويه. خلاص؟
بس احنا هنمشي انها في اللور اند عند الاستالود بروسس تمام، او في اللور اند بتاع الفرونت اوف ريديس وخلاص. خلاص كده طيب السيرفس اناتومي بتاعه ما كانش فيه اي حاجه، يا رب الريدال ارتري ما يكونش سخيف. طيب نيجي للالنر ارتري. الالنر ارتري يعني شويه الكلام فيه في كلام كتير مكرر، بس الالنر ارتري اطول شويه. الالنر مش في الكورس، اطول شويه في الشرح يعني، مش كطوله في الارتري. الالنر ارتري كبيجيننج هي نفس الكلام، انا بدات في الكيبيتال فوسا عند الليفل اوف نيك فريديس، اللارجر اللارجر دي جديده، لارجر اوف توتر من البرانش اوف بريك ارتري. انا بدات اهو نفس الرسم اهو، انا بدات عند نيك فريديس سنتي تحت الالبو جوينت، انا هنا جوه في الكيبيتال فوسا، انا بدات ان انا كنت البرانش الكبير من البريكير ارتري، ده كان البيجيننج. طيب الكورس بتاعه هترجع تقسمه لي تاني زي البريكير ارتري؟ لا ده الكورس بتاعه زودنا زي البريكير ارتري وزي الريديال ارتري وزودنا حاجه ثانيه كمان. الكورس بتاعه هنقسمه الاول الفور ارم، اللور تو ثيرد في الفور ارم، وبعد كده في الريست زي الريديال، وبعد كده في الهاند كمان. يوه طب تعالوا نخلص من الهاند الاول. فاكر في الهاند لما انا قلت لك الريديال ارتري بيجي برانش اسمه سوبرفيشال بالمر برانش، هيروح يقابل التيرمينيشن بتاع الريديال ارتري اسمه سوبرفيشال بالمر ارتش، يبقى في الهاند هو بينتهي باسمه سوبرفيشال بالمر ارتش. طيب دي سهله هي وخلصنا منها. طيب لو انا قلت لك اجي كده، لو انا قلت لك اجي كده البريكيال ارتري واجي الريديال ارتري اللي كان ماشي لاترال سايد واجي الالنر ارتري اللي كان جاي محشور كده. الالنر ارتري في الابر ثيرد اوف فور ارم انا ماشي اوبليكلي داونورد اهو، انا نازل داونورد اند ميديال لغايه الميديال سايد اوف فرونت اوف فور ارم صح؟ انا نازله كده داونورد لغايه الميديال سايد بتاع الفرونت بتاع الفور ارم لغايه ما وصلت هنا. بعد كده في اللور تو ثيرد اوف فور ارم انا جايه فيرتيكال عند الميديال بوردر اهو، اهو جايه كده عند الميديال سايد بتاع الفرونت اوف فور ارم نازله فيرتيكال، يعني انا فوق كده كنت نازل اوبليك لكن كده نازل ايه فيرتيكال. الفرق ما بينهم مش كبير، انا الفكره ان انا جاي من فوق هنا وانا عايز اوصل لغايه الميديال بوردر كده، فهعمل ايه؟ هنزل الاول اوبليك وبعد كده همشي فيرتيكال، مفيش فيها حاجه صعبه يعني. انا نازل كده اوبليك لغايه الميديال سايد وبعد كده مشيت فيرتيكال لغايه على الميديال بورد لغايه ما وصلت الريست. طيب عند الريست، عند الريست ايه اللي هيحصل؟ دي مهم اكتب جنبها مهم. عند الريست شايف المنظر ده اللي تحت دوت اسمه فليكسور ريتيناكلم. ايه الفليكسور ريتيناكلم ده؟ الفليكسور ريتيناكلم ده كان بيبقى زي كوندنسيشن كده من كتير فاشيا، لا مش بالظبط بس زي كوندنسيشن كده من كتير فاشيا، كانت بتربط الفليكسور تندنس في مكانها وزيها في حاجه ورا اسمها اكسسور ريتيناكلم. الفلكسور ريتيناكلم دوت هيعدي سوبرفيشال للالنر ارتري، مش عايزين الفلكسور ريتيناكلم يزنقه، فالالنر ارتري لازم يعدي سوبرفيشال للفلكسور ريتيناكلم. خلاص طيب ايه علاقته بالالنر طول الكورس بتاعه؟ خلي بالك انا هنا، انا هنا في الفور ارم عشان الكلام ده هيتلخبط في اللور لمب، انا هنا في الفور ارم كانت الفيسلز هي اللي جوه والنرفات هي اللي بره. يعني ايه؟ لو انا كده ميديال وكده لاتر ماشي، انا كده ميديال وكده لاتر، فاللي بره اللي محشور بره اللي هو هنا الالنر نير، او اللي بره اللي هو هنا اللي هو الريديال نير. انا ما بقولش ميديال ولاترال دلوقتي، يعني لو انت عايز تمشيها في ميديال ولاترال يبقى اكتر حاجه ميديال هتبقى الالنر نير، اكتر حاجه لاترال هتبقى الريديال نير. طب امال مين اللي جوه؟ الريديال ارتري والالنر ارتري، العكس هيبقى في اللور ليمب. يعني انا هنا انا بقول لك اللي بره هو النيرفات واللي جوه هم الارتري، علشان كده كان الميديال الالنر نيرف كان هو الميديال والالنر ارتري كان هو لاترال ليه صح؟ لما انا هنا بقول لك الكورس بتاع الالنر ارتري فانا بقول لك هو نازل لاترال للالنر نيرف، لان الالنر نيرف هو اكتر حاجه ميديال. طيب لما انا جيت اقول هنا في الكورس بتاع الريجيال ارتري قلت لك الريجيال ارتري كان نازل ميديال للريجيال نيرف، والريجيال نيرف سوبرفيشال نازل للريجيال نيرف كان اقصى حاجه لاترال. فهمنا يا ولاد؟ يبقى الالنر ارتري دوت كان نازل لاترال للالنر نيرف اهو، لكن الريديال ارتري كان نازل ميديال للسوبرفيشال ريديال نيرف. عايز تحفظها باي حاجه، ان سواء الالنر نيرف هو اقصى حاجه ميديال والريديال نيرف هو اقصى حاجه لاترال وتحشر الاثنين في النص، او تقول زي ما انا بقولها كده ان النيرفات هي اللي بره والارتريز هي اللي جوه، الطريقه اللي تريحك. المهم انك تعرفها وخلاص. المهم ان انا هنا الكورس بتاعي بعد كده انا بقيت لاترال للالنر نيرف ولاترال لايه؟ للبيزي فورم بون اللي موجوده هنا. طيب يعني معنى كده ان انت كلامك ان الكورس بتاعنا انا كنت فوق الاول نازل اوبليكلي لغايه ما وصلت الميديال سايد هنا وبعد كده مشيت فورورد مشيت فيرتيكال ما كانش فيها حاجه. الحاجه الجديده بالنسبه لي ان انت قلت لي ان انا عملت كروسنج على الفليكسور ريتيناكلم، عملت كروسنج الفليكسور ريتيناكلم لغايه ما دخلت الهاند، وفي الهاند انا انتهيت باسمي سوبرفيشال بالمر ارش. ده كده الكورس بتاع الالنر ارتري، مش هناخد فيه بقى ايه يعني مش هيلخبطنا بقى شويه ايه بتقسيماته. تعال نشوف مين قدامه ومين وراه ومين جنبيه ومين بتاع بقى ومين الليله بتاعتي.
طيب هل انا محتاجه ان انا اقول مين ميديا ريليشن للالنر نيرف للالنر ارتري؟ تعالوا نخلص من الميديا الاول. هل انا محتاجه ان انا اقول مين الميديا ريليشن على طول الكورس بتاعه ومين الميديا اللي انا كده ميديا ميديا اللي طول الكورس بتاعه هو الالنر نيرف، فانا مش محتاجه اقولها. ممكن بقى تكتب جنب الميديا ان الالنر نيرف هو اكتر حاجه ميديا، السوبرفيشال ريديال نيرف هو اكتر حاجه لاترال، دايما هو اللي هيكون لاترال للريديال ارتري، والالنر نيرف هو دايما هو اللي هيكون ميديا للالنر ارتري، عشان ما تلخبطش نفسك وتيجي ام اس كيو كتير قوي. يبقى احنا كده خلصنا الميديا ريليشن. احنا بقى دلوقتي عايزين ناخد الانتيريور ريليشن وناخد البوستيريور ريليشن، الانتيريور والبوستيريور. طيب هو انا جبت الانتيريور ولا الاول؟ انا مش فاكره كنت جايبه الرسمه ديت ليه، مش فاكره يعني. انا فضلت احط صور كتيره كتير للماسلز عشان تفتكروا بس الدنيا، انا مش فاكره كنت حاطه ديت ليه. المهم يعني هنفتكر سوا، يعني هنفتكر سوا انا كنت حطها ليه، بس يعني مش فاكره. يمكن كنت عايز اقول لك الجيب ريليشن، لا بس الرسمه بتاعت الريليشن لوحدها. طيب المهم لو احنا جينا الريليشن كده، انا بحب ابتدي الانتيريور الاول. لو انا قلت لك الريليشن بتاعتنا هنا، الريليشن بتاعتنا ادي البريكال ارتري وادي الريديال ارتري وادي الالنر ارتري، الالنر ارتري بيكون ماشي بتوين التو هيدز اوف برنيتور تيرز. مش لازم نعرف تفاصيل قوي كده، لو انت حاسس انها هتلخبطك قول لي برنيتور تيرز هي السوبرفيشال ماشي، وبعد كده امشي بالترتيب بقى مين اللي ورا البرنيتور تيرز، الفليكسور كاربيراديالس امشي بالترتيب، بالمارس لونجس امشي بالترتيب، ها الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشالس. يعني جنبيها انت عايز تقول ان الالنر ارت دوت كان نزل ديب قوي قوي، فالالنر ارت كل المصل السوبرفيشال جروب سوبرفيشال ليه. فاكر الرسمه اللي انا كنت وريتها لك الاول، الرسمه اللي انا كنت وريتها لك الاول بتاعه ال، لا مش دي، الرسمه اللي وريتها لك الاول وقلت لك ده الالنر ارت احنا مش عارفين نطلعه، الالنر ارت هو ديب ليهم كلهم. بص المنظر، كان الالنر ارتري كان داخل جيب ليهم كلهم، يعني من اول البرنيتور تيريز والفلكسور كارباي راديالس كان الالنر ارتري مستخبي تحتيهم. ممكن كانت في رسمه كمان اكبر من كده، بس هتلاقوها يعني. كان انا الالنر ارتري وانا داخله هنا كده عشان اوصل للالنر ارتري واشوفه المنظر ده، فانا شلت كل سوبرفيشال جروب، يعني انا شلت البرنيتور تيريز وشلت الفلكسور كارباي راديالس وشلتهم كلهم علشان اقدر اشوف الالنر ارتري هنا، وشلت جزء كمان من السوبرفيشالس عشان اقدر اشوفه. يعني ادي الالنر ارتري كبدايته اهو، دخل اهو ماشي اوبليك وبعد كده ماشي كده فيرتيكال هنا، فالالنر ارتري كل بدايته كانت متغطيه بالمصل دي اللي هما كانوا كل السوبرفيشال جروب، البرنيتور تيريز الرادياليس البلمانس لونجس الديجيتورم سوبرفيشالس. تمام. طيب لو انا جيت بعد كده هنا كده في ال تو هيد بتاعه البرنيتور تيريز فليكسور ديجيتورم سوبرفيشالس، خلاص لو انا جيت بعد كده تحت هلاقي ان في حاجه اتغطت بيه جديده. مين هي؟ الاول ادي البلمانس لونجس لوحدها، وادي الفلكسور كارباي راديالس اهي، وادي الفلكسور كارباي النيرس، علشان بس الايه اللي يبقى مش متخيل الحاجه. طيب الريديال ارت الالنر ارت وهو جاي ماشي كده، الالنر ارت وهو جاي ماشي هنا كده، ما كناش سمعنا وهو فوق ما كانش متغطي بالالنيرس لسه، لكن في اللور بارت بتاعه يصح ان انا اقول لك ان هو متغطي بالالنيرس. ليه؟ لان الالنيرس كانت ماشيه فوق كده بعيده عنه، لكن بعد كده هيبقى متغطي بالالنيرس. دي نمره واحد. تاني حاجه ان في نهايه الالنر ارتري زي ما كان نهايه الريديال ارتري، الالنر ارتري كان سوبرفيشال، ففي نهايته كمان هيبقى سوبرفيشال برضه، يعني في نهايته هيبقى سوبرفيشال ومتغطي بالسكين والسوبرفيشال فاش، عشان كده اقدر برضه احس الالنر ارتري في نهايه الكورس بتاعه زي الريديال ارتري بالظبط. خلاص تمام يا ولاد، فاهميني ولا الدنيا ايه؟ يا رب تكونوا فاهمين الدنيا. طيب انا دلوقتي اقدر اقول لك ان الريليشن بتاعت الالنر ارتري، انا كنت نازل الاول ماشي اوبليك، ماشي اوبليك لغايه ما وصلت عند الميديال سايد بتاع الفورارم. انا طول ما انا ماشي اوبليك كانت المصل اللي جايه مغطيه عليا كانت البرنيتور تيريز الفليكسور كارباي راديالس والبلمارس لونجس والسوبرفيشالس، كل المصل بتاعت السوبرفيشال جول كانت مغطيه عليا. جيت بعد كده انا في النص هنا كده، جيت في النص هنا كده في الميدل ثيرد، انا بقيت المصل اللي اسمها الالنيرس جايه مغطيه على الجزء ده صح، جيت بقيت مغطيه هنا. جيت في الاخر بقى خالص، جيت في اللور ثيرد بتاع او في نهايه الار، انا هبقى سوبرفيشال وانا هتغطى بالسكين والسوبرفيشال فاشيا، وانا بقدر هنا البلسيشن بتاعته احسها ما بين ايه وايه. فاكرين الريديال ارت لما قلت لك كان ميديا للفلكسور كاربيرا جالس، هنا كمان في حاجه مهمه تحفظها فيها، ان هنا البلسيشن بتاعته احسها ما بين ايه وايه، ما بين الالنارس ميديال اقصى حاجه ميديال الالنارس، وما بين التندون بتاعت الفلكسور ديجيتورم سوبرفيشالس. يا رب تكونوا فاهمين. يعني انا مش عايزك تلخبط نفسك ان انا الالنر ارتري اللي كان سوبرفيشال ليه كل سوبرفيشال جروب، كل سوبرفيشال جروب جيت في النص بتاع الار الالنارس زودناها،
جينا في الاخر قلت لك انا بين الالنارس وبين البروفانس، خلاص انا عديت الفليكسور ريتيناكلم، عملت كروسنج على الفليكسور ريتيناكلم، وانا الميديال الالنر نيرف كان ميديال ليا طول الكورس بتاعي. طيب ايه الحاجات اللي بالسيديور؟ تعال نخلص من الحاجات اللي بالسيديور ليا، نخلص من الحاجات اللي بالسيديور ليا. اللي باين هنا كده في الرسمه من الحاجات اللي بالسيديور ادي الفليكسور ريتيناكلم، اول حاجه البوستيريور اهو صح، الفليكسور ريتيناكلم اهو، ومين اللي انا نايم عليها كده؟ مين المصل اللي انا نايم عليها؟ الفليكسور ديجيتورم بروفاندس. يبقى الفليكسور ريتيناكلم والبروفاندس انا الاثنين نايم عليهم. طب ايه علاقتي بالفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس؟ هي سوبرفيشال ليه؟ لكن انا نايم على البروفاندس، تمام كده؟ يبقى انا الاثنين اللي باينين هنا في الجيب الفليكسور ريتيناكلم والفليكسور ديجيتورم بروفاندس. لو انا حبيت اقول اجمع الريليشن بتاعت الالنر ارتري، انا هقول لك اللي قدامي كان تقريبا في ابر ثيرد بتاع الار، كان تقريبا كل المصل بتاعت سوبرفيشال جروف، السوبرفيشال جروف اللي كانت البرنيتر والراديالس والبلمارس والديجيتورم سوبرفيشاليس، كل السوبرفيشال جروف كان سوبرفيشال، تمام؟ طيب وجيت بعد كده هنا زودت بس في الميدل بارت، زودت الالنارس. طيب في نهايته خالص، في نهايته لا انا لقيت ان انا بقيت سوبرفيشال، فانا ابتديت ان انا احس التندر بتاعه، احس البوزيشن بتاعته ما بين الالنارس وما بين السوبرفيشاليس اللي كانت موجوده هنا. انا مش بتكلم على دي بقى، ما بين السوبرفيشاليس اللي موجوده هنا. طيب الجيب ليا مين؟ الجيب ليا انا ماشيه على البروفاندس وانا ماشيه على الفليكسور ريتيناكيلر، خلاص على البروفاندس وعلى الفليكسور ريتيناكيلر. يعني انت لو عايز تحفظها هتقول لي الحاجات الاكسبشن اللي هي البوستيريور، والحاجات الاكسبشن اللي هي ايه؟ الميديال اللي هي الالنر نيرف، لكن بقيت حاجات كلها سوبرفيشال. فاهمين يا اولاد؟ يا رب تكونوا فاهمين يا رب. طيب في نهايه الفور ارم الارتري هيبتدي يبقى سوبرفيشال، هيتغطى بس بالسكين والفاشيا، وهبتدي ان انا احسه بين التندر بتاع الفليكسور كارباي النارس ميديال طبعا، والتندر بتاع الفليكسور ديستورم سوبرفيشاليس لاترال. ديت كده الرسمه ديت جايبه لك الريديال ارتري والالنر ارتري، ادي الريديال ارتري البلسيشن بتاعته على الريديال سايد، وادي التندر بتاع الفليكسور ديستورم سوبرفيشاليس، وادي التندر بتاع الفليكسور كارباي النارس، وابتدي احس بالظبط البلسيشن التندر بالظبط بحسها في النص مره، تمام كده؟ طيب نيجي بقى للانالسيس بتاعته. احنا ادي البوستيريور خلاص احنا قلناها، ادي البوستيريور اللي كان فليكسور ديستورم بروفاندس ومعانا فليكسور ريتيناكلم وجزء من البراكيال ستند. لو انت عايز تفتكره افتكره، مش هتفتكره مش مشكله قوي. البراكيالس في نهايه الانسرشن بتاعها مش مهم قوي كده. ادي البراكيالس انا حطها لك وحط لك الانسرشن بتاعها، في نهايه الانسرشن بتاعها الارنر ارتري كمان بيعدي عليها. يعني اللي يفتكرها كويس. طيب البرانشز بقى بتاعت الارنر ارتري احنا في منها حبه قلناها اللي هم مين؟ الالنر ارتري كان في منه برانش اسمه انتيريور الالنر ريكارنت، سمعنا اسمه. وبرانش كان اسمه بوستيريور الالنر ريكارنت، سمعنا اسمه برضه. وبرانش اسمه انتيريور كارب، سمعنا اسمه برضه. وبرانش اسمه بوستيريور كارب، سمعنا اسمه برضه. وبرانش اسمه باسكولار، ده ما اختلفناش، قلنا لازم يكون في ماسكولار فيهم كلهم. وبرانش اسمه كومان انتر اوسيس، هو ده الجديد بالنسبه لنا. الكومان انتر اوسيس هو ده الوحيد اللي جديد بالنسبه لنا. فتعالوا كده نشوف البرانشات واحد واحد كده ونشوف مين اللي ما سمعوش قبل كده. اول واحد خالص اللي اسمه انتيريور الالنر ريكارنت، احنا لسه بنجمعهم الاول بعد كده نرجع نقول واحد واحد. الانتيريور الالنر ريكارنت كنت قلت لك ان دوت بيانستموز مع انتيريور الالنر ريكارنت، دوت كان جاي انتيريور الميديال ابيكوندايل، كان بيانستموز مع الانتيريور برانش اوف انفيديور الالنر كولاترال، صح؟ كان قدام الميديال ابيكوندايل. البصير الالنر ريكارنت دوت كان بيكون ورا الميديال ابيكوندايل عند الباك بتاع الميديال ابيكوندايل، ده كان بيانستموز مع السوبيريور الالنر كولاترال من ناحيه، والبوستيريور برانش اوف انفيريور الالنر كولاترال. الانتيريور كاربال دوت كان هيبقى العكس بقى بتاع الريجل. الانتيريور كاربال دوت كنت هقول بيمشي ازاي؟ لما كنا الانتيريور كاربال بتاع الريجل بقول بيمشي ميديال، فده هيمشي ايه؟ يمشي لاترال، يمشي قدام الكاربس، جيب لي التندون بتاع الفليكسور تندون عشان يانستموز مع الانتيريور كاربال اوف ريديال عشان يعمل انتيريور كاربال ارش. يعني الانتيريور كاربال دوت اشطبه في واحده، الانتيريور كاربال خليه بتاع الريجل بتاع الالنر، واعكس في الثاني. الانتيريور كاربل بتاع الريجل انا كنت ماشي ميديال، الانتيريور كاربل بتاع الالنر انا كنت ماشي لاترال. سواء ده او ده انا همشي قدام الكاربس بون جيب للفليكسور تندونز عشان هانستموز مع الانتيريور كاربل برانش بتاع اخويا الثانيه واعمل انتيريور كاربل ارش. طيب البوستيريور كاربل، البوستيريور كاربل بقى سهل نفس الفكره، انا همشي لاترال بيهايد الكاربس بون جيب للاكستنسور تندون عشان هانستموز مع البوستيريور كاربل برانش اوف ريجل ارتري واعمل بوستيريور كاربل ارش. يا دكتور ده نفس الكلام بالظبط. طب المسكلر، المسكلر هدي المصل اللي على الميديال سايد زي ما كانت المسكلر هناك، المصل اللي على اللاترال سايد بتاع الار، هي نفس الكلام. الجديد بس الكومن انتر اوسيس اللي هنقعد نشرح فيه كده شويه. طيب تعال نخلص كده من دول. الانتيريور كاربل انا مشيت الانتيريور كاربل مشيت لاترال قدام الكاربس جيب للتندون عشان انا استموز مع ده. ادي الريجل ارتري وادي الالنر ارتري اهو،
كل واحد منهم هيديني كاربر انتيريور كاربر وبوستيريور كاربر. الانتيريور كاربر هيمشي لاترال في اناستموز مع الانتيريور كاربر الناحيه الثانيه ويعمل لي حاجه اسمها انتيريور كاربر ارش، صح؟ طيب وفي الرسمه الثانيه وفي الباك هعمل ايه؟ هيدي دوت هيدي دورسال كاربل ودوت هيدي دورسال كاربل وهعمل حاجه اسمها دورسال كاربل ارش. مالكش دعوه بقى من بقيه الحاجات دي، هناخدها في الهاند. كل بقيه التفاصيل دي هناخدها في الهاند. طيب خلي بالك البوستيريور كاربل ارتري، البوستيريور كاربل ارتري دوت هيعمل بوستيريور كاربل ارش والانتيريور كاربل هيعمل الانتيريور كاربل ارش. هتلاقيها في بعض الكتب او في بعض الرسومات هتلاقيها انتيريور كاربل ارش هي هي البارمال كاربل ارش، والبوستيريور كاربل ارش هو هو الدورسال كاربل ارش، هي هي يعني. طيب خلي بالك في الرسمه دي انت ما قلتلناش السوبرفيشال بالمر برانش. ما هو مش هيدي السوبرفيشال بالمر برانش. ازاي مش هيدي السوبرفيشال بالمر برانش؟ مش انت قلت لنا في الراديال ارتري ان هو هيدينا السوبرفيشال بالمر برانش؟ اللي هيكمل مع الالنر ارتري يعمل السوبرفيشال بالمر ارش. بس كمالته دي ما تعتبرش برانش منه. ارجع هنا فاكر هنا في الاول خالص لما انا قلت لك الكورس بتاعه، الكورس بتاعه ان هو بي اند باي بيكامينج سوبرفيشال بالمر ارتري، هو برانش ده، هو هو نفسه الالنر ارتري، هو هو نفسه الالنر ارتري بينتهي باسمه سوبرفيشال بالمر ارش. عايز يكمل يبقى ارش هيضطر ياخد حته صغيره من الريديال ارتري اللي هي سوبرفيشال بالمر برانش. فاهمين يا اولاد؟ يعني هو هو نفسه الالنر ارتري، هو هو نفسه الالنر ارتري كيرف كده لف كده لاترال ووقف هنا، اخد مين اللي هيكمله له عشان يكمله له ارش كده، يكمله له قوس كده، مين اللي هيكمله له؟ هو سوبرفيشال بالمر برانش ده. يعني كان سوبرفيشال بالمر ارش دوت هو كله الالنر ارتري وحته صغننه بس الصغيره دي من مين؟ من الريديال ارتري. عشان كده انا ما قلتهاش في البرانش، ما جيتش اقول لك في البرانش في حاجه اسمها سوبرفيشال بالمر، لا، لان سوبرفيشال بالمر ده ايه؟ الترمينيشن نفسه بتاعته. خلاص كده؟ طيب الانتيريور الالنر ريكارنت، تعالي قول هنا تاني معلش، ادي الانتيريور الالنر ريكارنت وادي البوستيريور الالنر ريكارنت. الانتيريور الالنر ريكارنت دوت كان عباره عن ايه؟ ده كان بيطلع قدام الميديال ايبيكوندايل، كان بيانستموز مع الانتيريور برانش اوف انفيريور الالنر كولاترال، صح؟ طيب البوستيريور الالنر دوت كان بيرجع لورا، ده كان بيانستموز مع السوبيريور الالنر كولاترال ومع البوستيريور برانش من انفيريور الالنر كولاترال، صح كده؟ كان بيانستموز مع حاجتين. فكنا بنقول ان قدام الميديال ايبيكوندايل في اثنين ارتري، واحد من فوق وواحد من تحت، اللي هو الانتيريور ريكارنت مع الديسندنت برانش الانتيريور ديسندنت من الانفيريور. وكنا بنقول ورا الميديال ايبيكوندايل كان في ثلاثه، البوستيريور الالنر ريكارنت من تحت واثنين من فوق اللي هو السوبيريور والبوستيريور اوف انفيريور. تمام كده؟ طيب هو كاتب لك حته كده في البوستيريور الالنر ريكارنت، يعني انا يعني ايه اللي عايز يعرفها ان في البوستير ارن ريكارنت، عايز اقول لك ان هو ماشي بين التو هيدز اوف فليكسور كارباي النيرس. في البوستير ارن ريكارنت اللي هو اللي ورا ده، هو ماشي بين التو هيدز اوف فليكسور كارباي النيرس. ادي الفليكسور كارباي النيرس اهو، لو انا عامله فليكشن كده ادي الفليكسور كارباي النيرس اهي، التو هيدز بتاعتها الهيومر والالنر. فهو عايز يقول لك ان هو ماشي بين التو هيدز اوف فليكسور كارباي النيرس عشان يرجع لورا. الانتيريور مش محتاج، البوستير هو اللي بيمشي بين التو هيدز عشان يرجع لورا. يعني لو عرفتها، ما عرفتهاش مش مشكله. طيب نيجي بقى للبرانش الجديد اللي هو اسمه الكومن انتر اوسيس اللي هنقعد نشرح فيه شويه. طالما انا قلت لك كومن يبقى ده اكيد هيتقسم. طالما قلت لك كومن يبقى دي كومن ستم. كومن ده اكيد هيتقسم. زي كده الكومن كاروتيد اتقسم لانترنال واكسترنال. طيب الكومن ده هيتقسم لانتيريور وبوستيريور. فالكومن دوت هي شورت ترانك، حته صغننه اهي شورت ترانك. اول ما بتوصل للانتر اوسيس ممبرين، ما انت اسمك اهو انتر اوسيس ارتري، اول ما بتوصل للانتر اوسيس ممبرين انت بتتقسم لحاجتين، واحد يمشي قدام الانتر اوسيس ممبرين سميه انتيريور انتر اوسيس العيل، هقول لك ليه اسمه عيل انتيريور انتر اوسيس ارتري، والكبير اللي هيمشي ورا اللي اسمه بوستيريور انتر اوسيس ارتري اللي ورا. يبقى انا ده شورت ترانك، انا جيت عند اول انتر اوسيس ممبرين واتقسمت الانتيريور وبوستيريور انتر اوسيس ارتري، واحد قدام واحد ورا. طيب البوستيريور انتر اوسيس ارتري هل سمعنا اسمه قبل كده؟ فاكرين البوستيريور انتر اوسيس ارتري سمعنا اسمه قبل كده؟ كان في مثلا بوستيريور انتر اوسيس ريكارنت، بوستيريور انتر اوسيس ريكارنت، يا دكتور مش فاكرين والله انت بتقولي ده. كان في بوستيريور انتر اوسيس ريكارنت، بوستيريور انتر اوسيس ريكارنت كان بي انستموز مع البوستيريور ديسندنت برانش من البروفاند بريكيال اللي ورا اللاترال ايبيكوندايل، صح؟ هنرجع نشوف تاني في رسمه تاني. طيب تعالوا نمشي بالترتيب كده. انا الكومن انتر اوسيس، انا كان شورت ترانك، انا كنت قدام الانتر اوسيس ميمبرين، فوق الانتر اوسيس ميمبرين سوري، واتقسمت لبرانش قدامه اسمه انتيريور انتر اوسيس وبرانش وراه اسمه بوستيريور انتر اوسيس. تمام كده؟ طيب عايز اقول لنا بقى في ايه؟
عايز اقول لك ان الانتيريور انتر اوسيبيتال برانش دوت هو اللارجر منه، هو الكبير رغم ان هو العايل. ازاي؟ انا مشيت على الانتيريور سيرفس انتر اوس ميمبرين، مش محتاج معايا برانش من الميديال نيرف اسمه انتيريور انتر اوس نيرف، هبله جدا، ما بين المصل اللي اسمها الفليكسور بورش لونجس لاترال وما بين الفليكسور ديستورام بروفاندس ميديال. انا برضو الرسمه ديت عكست لاترال من ميديال، ادي كده الريديال ارتري، احنا كل رسوماتنا هتكون لاترال هنا وميديال هنا، معلش. ما بين الفليكسور ديستورام بروفاندس وما بين الفليكسور بورش لونجس هيمشي النيرف والارتري بتوعنا دول اللي اسمه الانتيريور انتر اوسيس، اهو الانتيريور انتر اوسيس والانتيريور انتر اوسيس، ادي الكومن انتر اوسيس، الانتيريور انتر اوسيس والانتيريور انتر اوسيس نيرف كمان، ما بين الفليكسور ديستورم، ما بين الفليكسور ديستورم بروفاندس، وما بين الفليكسور الفليكسور بورشس لونجس. طيب خلي بالك انا دلوقتي الانتيريور انتر اوسيس دوت اول برانش من الكومن انتر اوسيس ودوت البرانش الكبير. انا مشيت في الانتيريور سيرفس انتر اوسيس ممبرين معايا النيرف بالاسم، النيرف ده كان من الميديال نيرف، خلاص مشيت ما بين اللونجس لاترال وما بين الفليكسور ديستورم بروفاندس ميديال. طيب ايه يعني ليه بتقولي عليا عيل دلوقتي؟ ليه رغم ان انا الكبير؟ انا فضلت ماشي ماشي ماشي، انت انتيريور وانت الكبير، انت الارتر الكبير. اول ما شفت البورنيتو كوادريتس، اول ما شفت البورنيتو كوادريتس ايه اللي حصل؟ رحت خارم الانتر اوسيس ممبرين ورحت قلت لا، بقول لكم ايه بقى؟ لا، رحت خارم الانتر اوسيس ممبرين ورجعت ورا، رجعت في الباك فور عشان هعمل انستموزس مع اخويا اللي كان دخل ورا من الاول اللي كان اسمه البوستيريور انتر اوسيس. ايه ده ايه ده الكلام ده؟ مش احنا كان عندنا هنا في انتيريور وبوستيريور، اهو انتيريور وبوستيريور، الانتيريور مشي قدام الانتر اوسيس ممبرين، اول ما شاف في البورنيتال كوادريتس هنا كده بالظبط راح خارم الانتر اوسيس ممبرين ورجع لورا، عمل انستموزس مع البوستيريور انتر اوسيس ارتري اللي هو اخوه اللي كان ورا من الاول، وفضل ماشي في الباك اوف ريست، فضل ماشي من ورا في الباك اوف ريست ديب للاكستنسور ريتيناكولم، وانتهى ورا، انتهى ورا. هقول لك حالا انتهى ورا في ايه. يعني انت عايز تقول لي ان انت كنت ماشي قدام وبعد كده خرمت الانتر اوسيس ممبرين ورجعت لورا، فبقى ورا دلوقتي في ايه؟ بقى ورا في الباك بقى في مين؟ البوستيريور انتر اوسيس اللي كان ورا اصلا، والانتيريور انتر اوسيس اللي خرم من قدام ورجع لورا. فبقى دلوقتي عندي في اتنين ارتر، ما بقاش واحد قدام واحد ورا، بقى في اتنين ارتر. ازود لك جمله كده سخيفه بس هنقولها في الهاند. مش احنا كنا قلنا في بالمر كاربر ارش هنا صح؟ بالمر كاربر اللي كان الانتيريور كاربر والانتيريور كاربر بتوع الاثنين، وكان في ورا برضه دورسال كاربر، كان برانش من الالنر وبرانش من الريجيال صح؟ كان في دورسال كاربر ورا. الدورسال كاربر اللي ورا هيقابل الاثنين دول. الدورسال كاربر اللي ورا هيقابل الاثنين دول. فبقى الانتيريور كاربر اللي قدام كان عباره عن ريجيال والنر، لكن الدورسال كاربر اللي ورا كان عباره عن ريجيال والنر واثنين انتر اوسيس. الانتيريور اللي خرم ورجع لورا والبوستيريور اصلا اللي كان ورا. هقولها لكم تاني في الهند، اللي لقطها لقطها دلوقتي، اللي ما لقطهاش خلاص. طيب نرجع لكلامنا، انا الانتيريور انتر اوسيس، انا مشيت قدام في الفرونت اوف فور ارم على انتيريور سيرفيس انتر اوسيس ممبرين ما بين تو ماسل، الفليكسور بروفاندس والفليكسور بورش لونجس. اول ما شفت البورنيتور كوادريتس انا رحت خارم الانتر اوسيس ممبرين ورحت راجع ورا، خرمت الانتر اوسيس ممبرين ورجعت ورا عشان هانستموز مع التيرمينال بنش اوف بوستيريور انتر اوسيس ارتري، هرجع انستموز معاه. طيب البوستيريور انتر اوسيس ارتري دوت هيروح يعمل ايه؟ هيروح ورا عند الدورسال كاربال ارش اللي لسه هناخده المره الجايه، تمام؟ هيروح مع الدورسال كاربال ارش اللي لسه هناخده المره الجايه. هو هنا كاتب لك في الفورث كومبارتمنت في الاكسنسور ريتيناكلم. ايه الفورث كومبارتمنت؟ الاكسنسور ريتيناكلم اللي هو ده اللي هو موجود في الباك. الاكسنسور ريتيناكلم دوت بيكون متقسم لكومبارتمنتس للتندون وكومبارتمنتس في فيسلز كمان عاديه. فهو ماشي في الكومبارتمنت ديت، معدي في كومبارتمنت منهم لسه هناخده المره اللي جايه، هقول لك هو بيدخل في الفورث كومبارتمنت وبيجوين البوستيريور كاربال ارش. ممكن تسيب لي السلايد ديت للمره اللي جايه، اللي اسمعها المره دي ماشي. طيب ادي كده ده البوستيريور انتر اوسيس ارتري اهو، ادي البوستيريور انتر اوسيس ارتري وهيجي له الترمينيشن بتاعت الانتيريور كمان. يعني انا ورا دلوقتي بقى عندي الاثنين انتر اوسيس، ما بقاش بس الانتيريور، لا ده كمان عندي مش بس البوستيريور، ده انا كمان جاله الانتيريور. فتفتكر الانتيريور انتر اوسيس ايه البرانشات اللي هيديها؟ يعني ايه البرانشات اللي ممكن يديها الانتيريور انتر اوسيس طول ما انا ماشي هنا؟ ماسكرر، مش محتاج اقولها بقى، ماسكرر لكل البرانشات لكل المسلز اللي موجوده هنا. هيدي نيوترنت للريجز، وانا موجوده هنا هيدي نيوترنت للريجز. طيب وهيدي الالنا كمان مش بس للريجز، هيدي نيوترنت للريجز والالنا. وانا ماشيه كمان هنا هيدي حاجه اسمها ميديان ارتري. ايه الميديان ارتري دوت؟ سمعتوا عن حاجه اسمها فازا فازورا. يعني ايه فازا فازورا؟ ان النيرفات بتحتاج بلاد سبلاي ليها صح؟
البيت بتحتاج بلاد فيسل ليها. الارتري اللي بيدخل جوه البلاد فيسلز، الارتري اللي بيدخل جوه النيرف سوري دوت، اسمها حاجه اسمها ايه، فازا فازورا. يعني الارتري اللي هيدخل جوه النيرف نفسه بيسبلاي النيرف دوت اسمه فازا فازورا، ودوت هيدخل جوه الميديان نيرف هيسميه الميديان ارتري، ودوت برانش هيسبلاي الميديان نيرف شخصيا. فيما عدا ذلك بقى، في البرانشات اللي رايحه تدي نيوترينت، وفي برانشات اللي رايحه تدي، ده كده البوستيرير انتر اوسس وده الانتيرير، ها ده الانتيرير انتر اوسس. برانشات هتدي النيوترينت، وبرانشات هتدي للماسكولار، بقيه الماسكولار برانشات، وبرانشات اسمها انستموتيك برانش مع الانتيرير والبوستيرير كاربل. ليه بقى؟ الله، طب ما انا الانتيرير انتر اوسس اهو، وانت قلت لنا هيخرج الانتر اوسس ميمبرين ويرجع لورا ويانستموز مع البوستيرير كاربل ارش. اه يعني انت عايزه تفهمين ان البوستيرير كاربل ارش كان عباره عن بوستيرير كاربل من الريدجر والالنر والاثنين انتر اوسس رجعوا لورا؟ اه. طيب انت عايزه الانتيرير كاربل ارش ما يبقى لوحده كده، يبقوا اثنين انتيرير كاربل من الريدجر والالنر؟ لا، ربنا يبعت له انستموتيك برانش هيدو للانتيرير، للانتيرير كاربل ارش كمان. فبقى هنا بعد ما هو رجع ورا، قبل سوري ما هو يرجع لورا الانتر اوسس ميمبرين، هيدي برانش، شايفينه كده اللي جاي طالع ده، البرانش دوت هو ده اللي هيسبلاي الانتيرير كاربال ارش. فبقى قدام في ثلاثه وورا بقى في اربعه. ازاي؟ قدام بقى في ثلاثه، انتيرير كاربال من الارنر، وانتيرير كاربال من الريجيس، و انتيرير كاربال من الريجل يعني، و التيرمينال برانش او الانستماتيك برانش اللي كان جاي له من الانتيرير انتر اوسس قبل ما يرف ويرجع لورا. طب ورا بوستيرير كاربال ريجل وبصير الكربر من الارنر، ونهايه الانتيريور انتر اوسيس اللي لف ورجع ورا، ونهايه البوستيرور انتر اوسيس اللي كان قصر ورا. هنقولها تاني الكلام ده المره الجايه. يعني انت عايز تقول لنا البرانشات بتاعه الانتيريور انتر اوسيس هي كانت برانشات هبله، كان بس اللي كان زياده منها الميديان ارتر لاول مره نسمعها النهارده، ماسكرا ويوترينت ما فيش فيهم حاجه جديده، وان هو الانتيريور انتر اوسيس هيشارك في الانتيريور كربر قدام ورا، انتيريور كربر قدام ببرانش منه، والبوستيريور كربر بيه هو شخصيا. طيب البوستيرير انتر اوسس بقى، البوستيرير انتر اوسس مش زي الانتيريور، البوستيرير انتر اوسس دوت كان ماشي باكورد، كان فوق الانتر اوسس ميمبرين، يعني هو كان معدي فوق الانتر اوسس ميمبرين اهو، كان ماشي باكورد فوق الانتر اوسس ميمبرين، وكان ماشي بتوين السوبرفيشال والديب جروب، السوبرفيشال والديب جروب، ومعاه برانش من الريجيال نيرف برضه اسمه بوستيرير انتر اوسس. خلي بالك عشان ما تلخبطش، الانتيريور انتر اوسس ارتري كان ماشي معاه نيرف اسمه انتيريور انتر اوسس نيرف، انتيريور انتر اوسس نيرف دوت كان برانش من الميديان نيرف، اكتبها جنبيها حتى كده. الانتيريور انتر اوسيس ارتري كان ماشي معايا نيرف اسمه انتيريور انتر اوسيس نيرف دوت برانش من الميديان نيرف. البوستيريور انتر اوسيس ارتري ماشي معايا بوستيريور انتر اوسيس نيرف دوت برانش من الريديال نيرف. ده سؤال بيجي كتير ام اس كيو. البوستيريور انتر اوسيس ارتري ماشي معايا بوستيريور انتر اوسيس نيرف دوت برانش من الريديال نيرف. خلاص بوستيريور انتر اوسيس. طيب انا هاند باي انستموزس مع الانتيريور انتر اوسيس ارتري. ليه؟ انا اصلا كنت ماشي ورا، انا اصلا ورا، وانا هو اللي راح جاي لي من قدام، هو اللي خرم الانتر اوسيس ميمبرين وجاي لي قدام، فبقى في الاخر انا بقى ورا، بقى في الباك، انا عندي البوستير انتر اوسيس شخصيا، وبقى معايا مين؟ الانتير انتر اوسيس اللي بلطج عليا وجاي لي من قدام، فانا انستموز مع الانتيريور انتر اوسيس ارتري في البوستيريور كاربال ارش، وهيبقى عندي اربعه ارتري، اثنين يمين وشمال بوستيريور وبوستيريور من ريجن الارنر، واثنين جايين لي من فوق اللي هم البوستيريور والانتيريور انتر اوسيس. طيب ايه البرانشات بتاعته؟ اول برانش بتاعه كان اسمه بوستيرير انتر اوسس ريكارنت، بوستيرير انتر اوسس ريكارنت دوت كان اسند، هي انستموز مع البوستيرير ديسندنت برانش اوف بروفوندا، قلنا قبل كده بوستيرير انتر اوسس ريكارنت ده كان انستموز هيطلع عند الباك، وكان هي انستموز مع البوستيرير ديسندنت برانش من بروفوندا، كان في الباك بتاع اللاترال ايبيكوندايل. طبعا ماسكولار برانش في اي حته بنزنق ماسكولار برانش. يبقى دلوقتي احنا خلصنا البرانش بتاعت الالنر ارت. على فكره الالنر ارت، الالنر ارتري كان ادى، احنا كده هنبتدي الاسئله، تعالى انا عايز المها لكم تاني. الالنر ارتري كان ادى حاجه اسمها انتيريور الالنر ريكرنت، اسم بوستيريور الالنر ريكرنت، اثنين كاربل، كومن انتر اوسيس ده اللي كان جديد، ماسكر. الماسكر مش هنتلخبط فيه، هنفتكر. طب قول لنا بقى انتيريور الالنر ريكرنت وبوستيريور الالنر ريكرنت سمعناهم مع البريكيل، واحد قدام واحد ورا. اللي قدام انستموز قدام الميديال ايبيكوندايل مع الانتيريور بتاع الانفيريور. اللي ورا انستموز مع حاجتين، مع البوستيريور بتاع الانفيريور ومع السوبيريور كولاتر. الانتيريور كاربل والبوستيريور كاربل، الانتيريور كاربل قابل اخوه الانتيريور كاربل بتاع الريديال، عمل انتيريور كاربل ارش. انتيريور وانتيريور عمل انتيريور كاربل ارش دوت، هيقابل نهايه الانتر اوسيس الانتيريور انتر اوسيس. البوستيريور كاربل قابل البوستيريور كاربل بتاع الريديال، وقابل ايه كمان؟ عمل البوستيريور كاربل ارش، وقابل ايه كمان؟
قابل اتنين كده هو اللي جايين له من فوق، البوستيرير انتر اسيس ارتري ومعاه الانتيرير انتر اسيس ارتري. خلاص لما نيجي المره الجايه ناخد الالنر ارتري في الهاند والريجل ارتري في الهاند، هاجي اقول لك ايه البوستيرير كاربال اهش، مين اللي عمل انستموزس معاه، مين اللي قبله من هنا ومين اللي قبله من هنا، هنرجع نعيد الكلام ده تاني. خلاص طيب الكومن انتر اوسيس، الانتر اوسيس دوت اتقسم، ده كان عند الشورت ستيم كده كانت فوق الانتر اوسيس ممبرين، اتقسم لحاجتين انتيريور انتر اوسيس وبوستيريور. الانتيريور فضل ماشي قدام وبعد كده عمل بيرسنج الانتر اوسيس ممبرين ورجع لورا، البوستيريور كان على طول ورا. الانتيريور كان في منه برانش مهم كان اسمه ميديان ارتري، والبوستيريور كان في منه برانش مهم اسمه بوستيريور انتر اوسيس ريكارنت سمعنا قبل كده. بس تعالوا نبص كده للاسئله، انا عارفه المحاضره النهارده تقيله وانا تعبانه كمان، ممكن تكون الدنيا كلها ضربه النهارده. طيب البريكيال ارتري تيرمينيشن، تعالوا كده نبص مع بعض. انا نسيت احط انيميشن والله. ريجاردنج البريكيال ارتري تيرمينيشن شو ذا كوركت انسر، البريكيال ارتري بيترمينيت عند الاستالويد بروس في النا، لا البريكيال ارتري بيترمينيت عند النيك فريجيس صح. البريكيال ارتري كان بيجيب اوف بروفاند بريكياي فروم اتس انتيرير سيرفيس، ولا كان بيجي البروفاند بريكياي من البوست ميديال، من البوست ميديال اسبيكت. بيجي السوبيريور النر كولاترال فروم اتس لاترال سايد، السوبيريور النر كولاترال كان بيجي من انهي ناحيه؟ السوبيريور النر كولاترال احنا تايهين، ها ادي اهو البروفاند بريكياي دوت كان جاي من البوست ميديال، السوبيريور النر كولاترال دوت كان جاي من الميديال سايد، كان جاي من الميديال سايد، السوبيريور او الانفيريور جاي من الميديال سايد، يبقى دي برضه كمان غلط، من الريجل سايد يعني من اللاترال يعني غلط، يبقى هو بس عند النيك فريجز. طيب regarding the brachial artery course، هو الكورس كان mostly في lateral side of arm. هو انتوا معايا ولا الصوت فصل ولا ايه؟ انا حاسه ان انا بكلم نفسي. انتوا معايا صح؟ معايا طيب. طب الحمد لله، مش عارفه ليه كده ضميري صح، حسيت ان انتوا فصلتوا. هاجي ابص على الاسئله، حاضر هبص على الاسئله، حاضر اخلص بس وابص عليها. طيب البريكيال ارتري كورس كان كورس موستلي في اللاترال سايد اوف ار، كان البريكيال ارتري كان اغلبه كان في اللاترال سايد اوف ار، ولا البريكيال كان الاول ميديال وبعد كده في الفرونت؟ كان الاول في الميديال سايد، بيجان في الميديال سايد وبعدين ان فرونت، لكن معظمه كان في اللاترال سايد، لا ده هو كان ميديال وبعدين في الفرونت. كان ليتل سكين والفاشيا الابر بارت اونلي، ولا كان سكين وفاشيا كان اول ثرو؟ كان كله البريكيال، ها البريكيال مش اوريجين البريكيال. كان ريليتد ميديالي للميديال نيرف اول ثرو، ولا الميديال نيرف كان الاول لاترال وبعد كده عمل كروسنج بقى قدامه وبعد كده جه ميديال صح؟ فهو مش ريليتد ميديالي للميديال نيرف ولا حاجه، هو ريليتد ميديالي للميديال نيرف اه، بس دوت فين؟ في اللور بارت بتاعه. طيب البريكيال ارتي برضو الميديال نيرف ريليتد تو ات ميديالي اونلي، الميديال نيرف ريليتد ليه كان بس ميديالي؟ هي نفس السؤال بقى، لا هو كان لاترال وبعد كده كروس وبعد كده ميديال. الميديال نيرف كروس فروم ميديال تو لاترال، لا ده كان بيكروس من لاترال لميديال. الالنر نيرف ووز لاينج فيرست ميديالي وبعد كده بوستيريور صح، الالنر نيرف كان الاول ميديال وبعد كده بوستيريور. وامتى حصل له كده؟ امتى كان الاول ميديال وبعد كده حصل له بوستيريور؟ اوبس الانسرشن اوف كوراكو براكيالس او في الميدل اوف فور ار ريليتد للبازيليك فين اون اتس راديال سايد، لا البازيليك فين كان فين؟ كان في الميديال. طيب اخ يا مش عارف ليه تعبانه كده. طيب regarding the radial artery begin as a continuation of brachial، لا طبعا ما تستغربوش من الاسئله دي، احنا النهارده بس عشان احنا اوير بالحاجه شويه فمستغربين السؤال، لكن بعد شويه هتلاقوا الدنيا يعني ايه، الدنيا هتدخل في بعضها شويه فبتلخبطوا. begin as a continuation of brachial artery، لا طبعا هو مش continuation of brachial artery ولا حاجه، ده هو كان terminal branch منه ما كانش continuation منه. يعني لما اقول لك السوبرفيشال بالمر ارش كونتينيويشن للالدر ارتري صح، لكن البريكيال ارتري ما كانش كونتينيويشن منه ريجل ارتري، ده كان برانش مان. بيجي عند لاين اوف نيك فريجز صح، بيجي كومن انتر اوسيس ريجل ارتري، بيجي كومن انتر اوسيس، لا ده كان الالدر، كان بيجي انتيريو كاربال اونلي، لا ده كان بيجي برانش كتير مش بس الانتيريو كاربال. طيب الريجل ارتري برضه بالسيشن، هي كانت فيلت، كان بيفيلت في الميدل بارت اوف فور ار، ولا كان بيفلت في اللور بارت، ولا كان بيفلت ميديال الفليكسور كاربيال نيرف سندون؟ لا اللي كان بيفلت ميديال الفليكسور كاربيال نيرف سندون ده كان الالنر ارتري، كان بيفلت في اللور بارت صح. طيب هو كان بيفلت في الميدل بارت اوف فور ار، ممكن تحس في الميدل بارت اوف فور ار بس مش هي، يعني لو الاجابتين دول يبقى انا اكيد اختار دي. في الميدل بارت اوف فور ار ما كانش بالظبط، لانه كان بيكون لسه متغطي بالبريك راديالز، هي الاصح ان هو يتحس في اللور بارت.
طب لو انا قلت لك في اللور ثيرد اوف فور ارم لا يبقى يتحس، لكن في الميدل بارت اوف فور ارم هو ستيل لسه انا متغطيه بالبريك راديانس. طيب الالنر ارتري برانشز تشوز ذا انكوركت انسر، كان بيدينا تو كاربل صح انتيريور وبستيريور، كان بيدينا تو ريكرنت صح انتيريور وبستيريور، كان بيدينا تو انتروسيس صح انتيريور وبستيريور برضو، يعني الكاربل كان انتيريور وبستيريور والريكرنت انتيريور وبستيريور والانتروس انتيريور وبستيريور. كان بيديني 1 سوبيريور ulnar collateral. ايه سوبيريور ulnar collateral ده؟ ايه اللي جاوب من الالنر ارتري؟ ده برانش من البريكيال، فيبقى هي دي الوقت. طيب انستموز اراوند الالبو تشوز انكوركت انسر، الانتيريور ديسندنت بتاع البروفاندا انتيريور ديسندنت بتاع البروفاندا كان بي انستموز مع الريجيال ريكارد صح. الميديال ايبوكوندايل كونفي انستموز بتوين الانتر اوسس ارتري، الميديال ايبوكوندايل ما بين الانتر اوسس ارتري والانتيريور ulnar collateral. لا الميديال ايبوكوندايل كان قدامها الانتيريور بتاع الانفيريور والانتيريور ulnar ريكارد، كان وراها البوستيريور بتاع الانفيريور ومع السوبيريور ulnar collateral ومع البوستيريور ulnar ريكارد. طيب يبقى هي غلط كده، غلط كده لما اقول لك بين الانتر اوسيس، الانتر اوسيس ده كان في اللاترال ايبوكوندايل. الريجيال كولاترال ارتري هو هو الانتيريور ديسندر بتاع البروفاندا. الريجيال كولاترال هو هو الانتيريور ديسندر بتاع البروفاندا. طيب الالنر ارتري الريليشن بتاعته في الالنر نيرف لايز ميديال للارتري، انا قلت الالنر نيرف هو اقصى حاجه ميديال فلازم يكون ميديال للارتري، هيقعد يلخبطك فيقول لك الالنر نيرف لاترال للارتري ولا بتاع ريليتد للفليكسر اند ريتيناكلم انتيريوري. لا هو بيعمل كروسنج سوبرفيشال فليكسر ريتيناكلم، هو كان وراه اند في البالم باي بيكامينج جي بالمر ارش. لا اند ان بالم باي بيكامينج ايه سوبرفيشال بالمر ارش. طب انا حاولت اعمل لك والله اسئله اكتر بس ايه الصحه بس الصحة بس انا دكتور يعني في اثنين ارشز انتيريور اللي هم الانتيريو كاربال ارش والسوبرفيشال بالمر ارش. يا محمد في اثنين ارش. طب في اثنين ارش. احنا لسه هناخد الارش بقى بالظبط في الـ في الـ في اللي هي المحاضره بتاعه المحاضره اللي جايه اللي هي الريجل والالنر في الهاند. السوبرفيشال بارمر ارش والديب بارمر ارش ومين الكاربل ومين الانستموز مع مين والقصه دي كلها هناخدها. دكتور لاست كويشن قول ايه لاست كويشن؟ ليه لاست كويشن معاك؟ ايه دينا معانا الابر ليمب فين؟ معانا بس لسه المره اللي بعد اللي جايه تقريبا هناخدها. الفينز بتاعت الابر ليمب. قول يا محمد ايه اخر سؤال؟ ليه اخر سؤال؟ اسال اللي انت عايزه. يقصد اخر سؤال في البرزنتيشن. ده انا هنكت لكن ار وي جوينج تو جيف اكزام اون ماسل از ويل. لا 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 مش الدرجه دي، لا انا اللي بزودها لكم الماسل، بحط لك الماسل كتير علشان تبقى لما تبص في الريشه ما تتوهش فيها. لا معاك البرزنتيشن، انتوا بتحبوا تذاكروا البرزنتيشن بي دي اف فتبقى معاك، لكن انا لكن لا 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 مش هنسال في الماسل، لا احنا مش مفترين قوي كده يا محمد. لا مش للدرجة دي، مفترين بس بليمت يعني. لا مش قوي كده. ولا يهمك. انت قلت لي انا قاعد اقول في حاجة كانت في دماغي. انت عايز اخر سؤال؟ انت البرزنتيشن لسه شايفينها مش كده؟ يعني بس اكبر السكرين بس مش لازم اعمل شير تاني صح؟ شايفينها يا اولاد مش كده؟ شايفينها؟ طيب تمام اكبرها بس يعني. قول بقى يا ابو حميد ايه المشكله معاك؟ الالنر ارتري ريليشن، الالنر نيرف كان ميديال. الالنر نيرف كان ميديال كل الكورس بتاعه، الالنر نيرف دي غلط. ليه الفليكسور ريتيناكلم؟ الفليكسور ريتيناكلم هو كان بيعمل كروسنج سوبرفيشال ليه، هو ليه الفليكسور ريتيناكلم وراه؟ كان بي اند في البالم باي بيكامينج ديب بالمر ارش. لا هو بي اند بالبالم باي بيكامينج سوبرفيشال بالمر ارش. فين سؤالك بقى؟ سي؟ لا مش سي، الفليكسور ريتيناكلم هو بيعمل كروسنج على الفليكسور ريتيناكلم، فهو ريليتد للفليكسور ريتيناكلم صح، بس ريليتد في ليه ازاي؟ الفليكسور ريتيناكلم وراه هو بيعمل كروسنج عليه.
ما هو قدامها، هو قدامها الالنر ارتري هو اللي قدام الفليكسور ريتيناكلم، يعني الالنر ارتري بيعمل كروسنج على الفليكسور ريتيناكلم، فالفليكسور ريتيناكلم وراه. فهمت كده؟ الفليكسور ريتيناكلم وراه هو. معناه ليه؟ ليه؟ ليه الجملة صح ليه؟ هو بيعمل كروسنج فوق السوبرفيشال، فوق الفليكسور ريتيناكلم، وبيعمل كروسنج الفليكسور ريتيناكلم، يبقى الفليكسور ريتيناكلم بالنسبة له الريليشن بالنسبة لها هتبقى ايه؟ انتيرير ولا بوستيرير؟ هو ريليتد، يعني الريليشن بتاعته هو بتاعت الارتري ايه؟ الفليكسور ريتيناكلم وراه ولا قدامه؟ وراها. الفليكسور ريتيناكلم ريليتد ليه بس بوستيرير، يعني لو قلت فليكسور ريتيناكلم بوستيرير تبقى الجملة صح. فهمتها ولا ايه؟ ليها انتيرير هو؟ هو الالنر ارتري هو اللي قدامها. بص بص يا طه، بص استنى استنى استنى، بص يا طه استنى استنى، بص الفليكسور ريتراكتور كانت في رسم حل. بص ادي الالنر ارتري اهو، البوينتر بس مش شغال، ادي الالنر ارتري اهو وادي الفليكسور ريتراكتور، ادي الفليكسور ريتراكتور، يبقى مين اللي قدام مين؟ الالنر ارتري انا قلت لك عمل كروسنج سوبرفيشال ليه، خلاص؟ فالفليكسور ريتراكتور بقى علاقته بيها ايه؟ علاقته بيها بوستيريور، يعني بقى علاقته بيها وراه. الفليكسور ريتراكتور هو اللي وراه. ها؟ الفليكسور ريتراكتور وراه، فلما اقول لك هو ريليتد للفليكسور ريتراكتور ازاي؟ انتيريور ولا بوستيريور؟ هيبقى بوستيريور، يعني الفليكسور ريتراكتور وراه. انا فاهم ان قدامها، لا يا حبيبي هو وراها. هو وراه، لا لا وراه، طيب كده حد ليه أي سؤال؟ ulnar is related to flexor anterior، flexor related to ulnar posterior، إيه؟ أرنبنا في أنور، أنور وانورنا في ارنب انور، انتوهتوني. ارنر از ريليتد تو فليكسور انتيرير، ازاي ازاي فليكسور ريليتد تو ارنر بوستيرير؟ ايوه الفليكسور ريتيناكلم ريليتد تو ارنر بوستيرير، صح ايوه صح، الفليكسور ريتيناكلم ريليتد لي بوستيرير، صح. الارنر ارتري از ريليتد تو فليكسور انتيرير، لا الفليكسور ريتيناكلم هو وراه، او اقول ان الالنر ارتري وراه الفليكسور ريتيناكل. ايه اللخبطه فيها بقى؟ اسالك السؤال ريجاردنج فليكسور ريتيناكل، فهو ريليتد الالنر ارتري انتيرير، صح. لكن انا بسالك السؤال ريجاردنج الالنر ارتري، ريجاردنج الارتري نفسه هو ريليتد للريتيناكل فين؟ ليه ليه هي نفس السؤال ده، الالنر ارتري والفليكسور ريتيناكل بجد؟ ليه؟ انت لو بتتكلم على الالنر ارتري قول قدامه وراه، انا بقول لك الالنر ارتري مين قدامه ومين وراه؟ الفليكسور ريتيناكلم علاقته ايه بالالنر ارتري؟ وراه. يبقى انا ما ينفعش اقول هو ريليتد للفليكسور ريتيناكلم قدامه، لا هو ريليتد للفليكسور ريتيناكلم وراه. فهمني كده يا طه؟ يعني انا بقول ان الالنر ارتري ايه الريليشن بتاعته؟ لو كان السؤال فوق بادئ ريجاردنج ال تمام تمام طيب regarding the flexor retinaculum فيبقى الجمله صح، regarding the flexor retinaculum related to the ulnar artery anterior. معلش تمام على العفو على ايه العفو. طيب احنا كده المفروض دي كده خلصنا الريجر والالنر، المفروض المره اللي جايه هو التقسيمه في الجدول كانت مكتوبه الريجر والالنر في الهاند وبلس الفيمر الارتري، فانا هعكس شويه، انا هعمل الريجر والالنر في الهاند وهعمل الفين بتوعهم بتاع الابر ليمب ونخلص منهم مش كتير، هعمل الفينز ونخلص منها. نيجي السبت ان شاء الله نبتدي بقى من اول لور ليمب، علشان بس ايه ما اخلصش اللور الابر ليمب وبعد كده نرجع بقى اللور تاني. يعني احنا المره اللي جايه هناخد الارتريز اوف هاند الارنر والريجل مش كبيره الارنر والريجل، وناخد معاها الفين في ابر لمب، الفين في ابر لمب في ابر لمب اللي هي البازيليك والسيفاليك. اكس از بوستيريور تو ماشي، اكس از بوستيريور تو، هنعملها كده يا هيلي فعلا.